هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، نعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد، على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فتتقارب الأيام ونحن في دورة كفاية الطالبين، وقد وصلنا إلى المطلب 25 في هذه الدورة، ونتحدث فيه بإذن الله تبارك وتعالى عن المذاهب الفكرية المعاصرة، وعن آثارها السلبية على الأمة الإسلامية، وقيادة هذه الأمة للعالم. لعل يكون المنهج حتى الآن أصبح بيناً واضحاً، عندما تحدثنا عن الفرق التي انحرفت وضلت عن منهج الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وتحدثنا أيضاً عن الأديان التي انحرفت عن دين الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام، بالانحراف عن دين محمد أدى إلى ظهور الفرق، والانحراف عن دين إبراهيم أدى إلى ظهور الأديان اللي هي تتمثل في الأديان المحرفة، اليهودية والنصرانية، والانحراف عن دعوة الرسل ابتداء من آدم عليه السلام حتى إبراهيم، أظهر لنا الديانات الوثنية القديمة اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة الماضية. تحدثنا عن الفرعونية كديانة وثنية قديمة، تحدثنا عن الصابئة المندائية، عن الديانة الهندوسية البرهمية، تحدثنا أيضا عن الشنتوية التي ظهرت في اليابان،
عن الكونفوشيوسية، عن البوذية، عن السيخية، عن هذه الديانات التي انتشرت في كثير من بلدان العالم وخصوصا بلاد الشرق. في هذه المحاضرة نحاول أيضا أن نلم بالمذاهب المعاصرة. المذاهب المعاصرة عبارة عن أفكار أيضا وثنية، لها مصادر وثنية، بس ليه ما دخلناهاش في الأديان الوثنية ولا في الفرق الإسلامية؟ ولما يذكرها علماء العقائد تحت مسمى المذاهب المعاصرة؟ لأن هذه الأفكار تولدت من خليط من الماضي ولا زالت تمثل اتجاهات واقعة في عالمنا المعاصر بأسماء مستقلة، قد يظن الظان إنها فرق جديدة أو ما شبه ذلك، ولكنها في الحقيقة حصيلة لفرق سابقة أو أديان وثنية أو خليط مشكل من هذه الأفكار صار إلى البلاد الإسلامية، ولذلك بيتكلموا فيها كمادة مستقلة اسمها المذاهب المعاصرة. صارت في البلاد الإسلامية وانتشرت في الفترة الأخيرة في القرن الماضي وفي هذا القرن، ولا زلنا نعاني منها حتى الآن. إما صدرت إلينا من عند اليهود والنصارى أو من مجتمعهم وليس من دينهم، لأن دينهم بيصنف تبع دراسة الأديان، لكن من واقعهم اللي عاشوه إن هذا الدين الذي يحكمهم والممثل في اليهودية والنصرانية أو في أحكام الكنائس النصرانية على واقعهم في علاقة الكنائس بواقعهم، هذا الواقع كان واقعا فاشلا مذريا اعترض عليه الناس وثاروا عليه وظهروا بأفكار جديدة صدرت إلينا فأحدثت عندنا ما يسمى بالمذاهب المعاصرة. فممكن يكون الشخص مسلم وينتمي إلى أحد هذه المذاهب، وهو الغالب الآن على البلاد الإسلامية. الفترة اللي فاتت صارت فيها مذاهب زي الماركسية، الاشتراكية، الرأسمالية، العلمانية ما زالت موجودة حتى الآن، الديمقراطية، البراغماتية، مذاهب معاصرة يعيشها الناس. بس إحنا لما ندرسها دراسة منهجية علمية هنعرف مصادر الأفكار، نعرف الاتجاهات اللي موجودة في العالم ومن أين جاءت الأفكار وكيف نحمي أنفسنا من هذه المذاهب الهدامة. فهنتكلم عن المذاهب الفكرية المعاصرة وعن آثارها السلبية على الأمة الإسلامية وعلى آثارها السلبية في قيادة الأمة العالمية. فسنبدأ بإذن الله تعالى بالحديث عن العلمانية، ونبين أن هذه العلمانية مذهب معاصر مبني على إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بينهما. العلمانية مبنية على إقامة الحياة بعيدا عن الدين، وإن الحياة وسياسة الحياة شيء والدين شيء آخر. هذه فكرة العلمانية. هم في اللغات الأوروبية ينسبون العلمانية للعلم والتقدم العلمي، وهذه ترجمة مضللة، لأن اللي يفهم هذه الترجمة يقول لك ده العلمانية مرتبطة بالعلم والتقدم، لكن المقصود بها في تلك اللغات هو إقامة الحياة بعيدا عن الدين أو الفصل الكامل بين الحياة والدين. وعلى فكرة أنا عايز أقول حاجة، الكتاب ده صدر قبل الأحداث الأخيرة وما يتعلق بالثورة والكلام عن الثورة، يعني الكتاب اللي احنا كتبناه سواء كان كلامنا عن العلمانية اللي احنا بنقوله، الكلام ده
مكتوب ومتألف قبل الأحداث مش بعدها، عشان ما حدش يقول بس إن رأني اتغير ولا اتلونت الوجوه، كان قبل الثورة شيء وبعد الثورة شيء. ما الواحد دلوقتي بقى يشوف أمور غريبة جدا، ممكن تلون الوجوه بحيث تشوف الوجه قبل الأحداث غير الوجه بعد الأحداث، ويقول لك ممكن الكلام اتغير أو تلون. لا، أنا بس بنبه إلى إن الإيه، هذا الكتاب أنتوا استلمتوا الكتاب أو وزع الكتاب أو كان بين أيديكم قبل هذه الأحداث بفترة طويلة، كان مش أقل من شهر، مش كده برضو؟ نعم، عشان إحنا هنتكلم على أمور هي نفسها اللي بتقال الآن، فيش فيها أي تغيير. المبدأ ولله الحمد ثابت، والعقيدة ثابتة مبنية على تمييز الحق من الباطل، الحق يؤخذ والباطل يرد. منهج الإسلام اللي هو منهج الوسطية، إن إحنا اللي بيميزنا اتباعنا للدليل، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا، سواء كان قبل التغيير أو بعد التغيير، الكلام ده ما يفرقش مع أي مسلم صادق. صلوا على رسول الله. دائرة المعارف البريطانية بتعرف العلمانية وتقول إن هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها. الكلام ده هو فعلا يكاد يكون هو المناسب في تعريف العلمانية. وبعدين السبب في كده إيه؟ السبب في ذلك فشل الديانة النصرانية في قيادة الأمة، في قيادة الناس التي حكمتها. كنيسة اعتمدت على مسألة الرهبنة والفصل التام عن الحياة، وأصبح الرهبان في الواقع يختلفون عن دعواهم. يعني مسألة الرهبنة وأن الإنسان يكون منعزل عن العالم ومنقطع ولا يتزوج، المرأة لا تتزوج والرجل لا يتزوج، لكن الواقع بيقول عكس كده، في زواج بين الراهبات والرهبان في الكنائس وبيخلفوا عيال ويدفنوهم في قلب الكنيسة، في استئصار بالسلطة والمال والحكم والقيام على إذلال الخلق من أجل السلطان ومن أجل إرضاء الكنيسة. الأشياء دي شهدها الناس على مدار قرون طويلة، فقالوا إيه بقى كنيسة إيه وزهد إيه اللي بيتكلموا عنه، دين إيه اللي ينفع بهذا الشكل إذا كان الناس مطحونة. حتى مسألة مجرد التفكير في قضية العلم والبحث العلمي التجريبي المحض يجرم من قبل الكنيسة، برضو ده الكلام ده يناقض الفطرة. الكلام ده كله لأن دين النصرانية أصلا دين فاشل ما ينفعش في قيادة أمة. وحتى الدين النصراني اللي هو معتمد على تقديس التوراة والأناجيل وكتب الأنبياء اللي هو الكتاب المقدس عندهم، اللي احنا قلنا فيه من الحق الكثير، لو أنهم أقاموا هذا الحق لظهر شيء من العدل في قيادة الخلق هناك، لكن هذا لم يحدث. نحي أصلا الحق اللي موجود عندهم، والباطل اللي موجود عندهم قادوا به الناس واستعبدوا الناس وأعطوا أنفسهم صلاحيات يأباها كل إنسان وتأباها كل فطرة. فحدثت المشكلة الكبيرة جدا في أن الناس نقموا على هذا الدين. كلام ده صحيح في الغرب وارد. فالعلمانية كانت دعوة لإزالة سلطان الكنيسة والفكر الضال عن واقع الإنسان، لأنها فعلا ديانة لا تصلح لقيادة البشرية، ديانة محرفة. احنا بنتكلم على الديانة المحرفة، أما الديانة الحق فما نقولش عليها نصرانية، نقول عليها إيه؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فتبدو نشأة العلمانية في أوروبا أمرا منطقيا مع سير الأحداث هناك. كنيسة عبثت بدينها وحرفته وشوهته وقدمته للناس في صورة منفرة. طيب دلوقتي إيه البديل
عن الدين النصراني؟ كان البديل وقت الإسلام، بس العصبية اللي موجودة في البلاد الغربية تأبى الخضوع لهذا الدين أو استخدامه لقيادة الحياة، فبدأت تظهر اتجاهات تدعو إلى نبذ الدين والعودة إلى الأفكار الوثنية القديمة في قيادة البشرية. فبدأ الفكر اليوناني القديم يعلو، وبدأ الانفلات من الدين كلية يعلو، وظهرت الثورات زي الثورة الفرنسية وغيرها، حتى أصبح الانحلال هو الأصل تحت مسمى الحرية، الإخاء، المساواة، مسألة العدالة الاجتماعية. الناس بدأت تتكلم بإيه؟ بفطرتها، اللي فطرتها أصلا لو أنها نظرت إلى الإسلام قبلته، لكن هي رفض الإسلام، فبدأوا يشكلوا الأنظمة اللي موجودة بقى هيتفرع عنها أشياء كثيرة. هيطلع الماركسية، هيطلع فكر الديمقراطية، هتطلع مذاهب معاصرة زي الليبرالية، هيطلع عندنا مذهب نتكلم عنه اسمه البراغماتية، الفرودية، مذاهب كثيرة. كل المسألة كلها تعود إلى هذه الحقيقة، إن الدين كان شكله في المجتمع الغربي سيء جدا لدرجة إن أي واحد يكرهه، فبدأت هذه الأفكار تصدر إلينا على اعتبار إن الدين الإسلامي يفعل بالمسلمين نفس اللي بيفعله الدين النصراني. وعلى فكرة برضو كان في المجتمعات الإسلامية انحرافات فكرية مع ظهور خرافات وخزعبلات الصوفية اللي صارت في الخلافة الإسلامية أيام الخلافة العثمانية، مع بداية الخلافة العثمانية ونهاية الخلافة العباسية كانت الطرق الصوفية منتشرة أكثر من الآن. فشوف لما يكون فكر صوفي معتمد على فكر وحدة الوجود وأسوأ من دين اليهود والنصارى يسود في الأمة الإسلامية. أضف إلى ذلك مذهب التأويل والاختلافات الشديدة المتناحرة اللي فيها عصبية بين المذاهب الفقهية. برضو الناس لما يشوف الوضع كده وإن هو ده القرآن والسنة اللي نزل بيه محمد صلى الله عليه وسلم هو ده الواقع، فنفرت من الدين برضو، لأن كان عندنا عور فيه. خلي بالك، أصل بعض يقول لك لا الإسلام ما فيش فيه الكلام ده. صحيح الإسلام ما فيش فيه الكلام ده، لكن واقع المسلمين فيهم الكلام ده. فهيفرق إيه شيخ الطريقة اللي بيقول بوحدة الوجود عن الكاهن اللي قاعد يقول يسوع ابن الله وحل فيه أو إن ربنا تجسد في صورة بشر؟ ما يفرقش مذهب وحدة الوجود عن هذا المذهب شيء. فهو لما يرفض هذا الواقع الرجل معذور لأن ما عرفش الإسلام صح. ولذلك بيقول لك عدم الالتزام بالإسلام الصحيح المبني على الكتاب والسنة بيخلي الناس يفقد المصداقية في مشايخهم. وأنا قلت لكم مرة من المرات حتى في وقت الأحداث إن المسؤول الأول عن كل اللي حصل في مصر من أحداث وفتن وآثار هذه الأحداث وهذه الفتن حتى لو تعددت أسماؤها هم اثنين، شيخ الأزهر والمفتي، هم اللي يتحملوا كل اللي بيحصل في البلد مسؤولية كاملة. ليه؟ السبب في كده إيه؟ لأنهم صاروا مع النظام السابق على مشروعية تامة لا يقولون له اتق الله، ففقد الناس المصداقية فيهم، حيث لو قالوا كلمة ما حدش مصدقهم، لأن إذا أرادوا الحديث عن الربا اللي وردت حرمته الصريحة تلاقي كأن الشخص في صف إباحة الربا وليس في صف منعه اللي ورد نصه في القرآن والسنة. الإسلام يدعو إلى العفة، والمرأة كلما سترت نفسها وغطت وجهها كان ذلك أسلم لها وأفضل لها، فلما يجي شيخ الأزهر ويزيل الستر عن وجهها
ويرضى بالصفور اللي موجود في القنوات الفضائية الحكومية المدعمة بأموال الشعب على إن ده ناس معتدلين وإن اللي بتغطي وجهها هي متطرفة. بيحصل فيه تفكك في المصداقيه. يبقى الناس لما تقول لك لا أنا عايز أبعد الدين، يبقى في هذه الحالة أقول لك والله يا أخي إحنا شايفين واقع يعني لا يحترم نفسه. إنما لو كان الشخص يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وإذا خالف الحاكم وقف له شيخ الأزهر وقال له لا والناس كلها هتكون معاه، يبقى ساعتها ساعة ما يغلط الحاكم يقول له لا اتق الله الناس هتحترم بعضها وهيقول لك لا، ساعة الجد يلجأوا للشيخ يقودهم. لكن اللي حصل في الغرب انسحب إلى الشرق وإلى بلادنا بمبررات مخالفة من ينتسب إلى ديننا بضياع الفتوى وضياع الجهد الإسلامي. وأصبح دلوقتي لو واحد نطق بالحق على الفضائيات ما شيخ الأزهر يقول لا ده مش فاهم حاجة في الدين ولا يمثل الدين. طب مثل انتوا الدين صح، انتوا فاهمين المشكلة يا اخواننا جاية ازاي؟ فالعلمانية ولدت او تولدت او ولدت في هذه البيئة، سواء كان في البيئة الغربية او في البيئة هي الشرقية. فآثر كثير من الناس سواء على مستوى الحاكم أو وزراء الحاكم أو على مستوى القيادة السياسية كما يقولون لا يرغبون في المظهر الإسلامي. ولذلك احنا بنقول الاتجاه ده ما زال غالب وسائل. يعني بعض المشايخ بيتوهم ان هو لو دخل في النظام الديمقراطي اللي بيتكلموا عنه زي ما هنشوف الديمقراطية بعد شوية نتكلم عنها، ان هو ممكن الإسلام يطبق من خلال هذا النظام. وان طالما رأي الأغلبية ان هياخده بالأصوات، فلو ترشح شيخ ذو مظهر إسلامي فقط له لحية طول كده ولو رشحناه هينجح، مش ممكن الشخص ده يقود البلد إلا إذا حلق دقنه. افهموا كده كويس، وتكون مراته سافرة عشان كده يقبلوه. إنما تقولي لا هو قال لك أهو، وقالوا صراحة إحنا لا نرضى بإن يكون في خميني آخر يحكم البلاد. إحنا طبعا عارفين الخميني مذهب ومذهب زندقة المذهب الاثنى عشر، لكن هو مش قصده الخميني، قصده صورة مين؟ الإسلام، الصورة اللي فيها لحية. فأنا بقول لك أهو افرض واحد حتى رشحوه وأصبح بالديمقراطية، ما هو مش ملتحي ولا حاجة، بس سمع محاضرة للشيخ فلان فتأثر فأطلق لحيته وأراد من زوجته أن تتنقب، هيسمحوا له؟ افهموا بس يا إخواننا، لأن الواقع محتاج بصيرة ودعوة. فلعل إخواننا إن شاء الله عز وجل يفهموا الموضوع ده كويس يعني. فهي القضية أن ربنا لما جعل فيه صراع بين الناس جعل صراع مبني على الإقناع الأول، على الدعوة، إنك تفهموا الأول ده دين، والدين ده هو معناه أنك ستدان، وفي حساب وفي جزاء وفي عقيدة وفي مراقبة لله عز وجل، تتقي الله في الناس، وإن ديت أمانة، الحكم أمانة ومسؤولية، وستسأل عن كل صغيرة وكبيرة في البلاد والعباد. إن كنت ترضى لنفسك أن تتحمل هذه المسؤولية، ولا أظن أن عاقلا يقول أنا سأحاسب على كل نفس حكمتها، مش واحد هيقول لك أنا أقبل بكده، يبقى هنقول له إحنا نترجاه بقى معلش يتحمل المسؤولية عشان خاطرنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ألا يولى هذا الأمر أحدا إيه سأله أو أراده أو رغب فيه. ده المنطلق الإسلامي اللي إحنا بنتكلم من خلاله، ونقول لإخواننا ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الالتزام، ادعوهم إلى أن يفهموا دين الله عز وجل. فإن فهموا خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيصلح البلاد والعباد من خلالهم هم. إنما هم لا، صعب أو حكاية السلطة أن واحد يمسكها وتنزل عنها. أدي إحنا شفنا وتلك الأيام ودولها بين الناس. النهاردة اللي كانوا بيحكموا البلد، حتى إن السي إن إن بتعلق أو في أمريكا بيقولوا لأول مرة نظام بأكمله يكون في السجن. تخيل دي، من الرئيس لغاية الوزير كلهم اتلموا مع بعض موجودين في السجن. وطبعا الأمور برضه مش هتعدي بالسهل، لأن برضه هؤلاء لهم أعوان ولهم نظام وكلام من ده،
فمسألة أن هم يسيبوا البلد كده في حالها والأمور تسلم لمن يحكمونها الآن، لا. ليه؟ لأن الحياة ما هي السهل. أنت عشان تفهمها تفهم معنى الابتلاء، إن عددهم كان كبير، ملايين تبع الحزب الوطني، ملايين تبع الأمن، ملايين تبع الشرطة، من الجماعة اللي كانوا عايشين بيأكلوا الكعكة لوحدهم، فلما تروح منهم فجأة ما هيسيبوهاش. اللي بينظر نظرة تحليلية للواقع بيفهم الكلام ده كله. نرجع لموضوع العلمانية تاني. فهذا الدين النصراني اللي كان بيحكمهم بهذه الصورة مخالف للفطرة وما عليه الكتاب المقدس بالرغم من تحريفه. حتى الكتاب المقدس ما أقاموه والله في بلادهم. أما دين الله عز وجل فدين لم يحارب العلم. ليس في الدين المنزل إن الأرض منبسطة وليست كروية، وأن من قال بكرويتها وأن الأرض كروية يحرق حيا في النار. ده اللي يعملوه في الناس. أول واحد يعمل بحث ولا حاجة واكتشف أن الأرض كروية احرقوه، ده خالف الكتاب المقدس. وعلى فكرة الكتاب المقدس مش فيه الكلام ده. وليس فيه أن يفرض رجال الدين لأنفسهم لا للفقراء والمساكين عشورا من أموال الناس، ولا السخرة المجانية في أرض الكنيسة. وليس في الدين كل ما فعله رجال الدين من فضائح ومخازن ودناءات زي سكوك الغفران والفساد الخلقي بكل أنواعه. يعني لما قاموا بالثورة الفرنسية ودخلوا الكنائس واللي عملوه وجدوا أن أراضي الكنيسة فيها حفر ومقابر جماعية لأطفال ولدت من خلال فساد الزنا بين الرهبان وبين الراهبات. فالولد اللي اتولد يدفنوه بالحية وهو حي، فوجدوا مقابر جماعية لأطفال خلفتهم الراهبات من الزنا. سبحان الله، مجتمع زي كده هتقول ان هو بيخاف ربنا؟ فايه البديل؟ هل البديل ان يرجعوا الى كتاب الله والى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو دين الاسلام الصحيح؟ كان الواقع عندنا ماهوش نموذج مشرف. انا بقول لك بصدق ان الواقع اللي حصل ايام الثورة الفرنسية لو نظرت إلى البلاد الإسلامية وحال المسلمين ما هوش واقع لو واحد شافه يقتنع بالإسلام. لكن هم لو درسوا الكتاب والسنة بمعزل هيلاقوا أحسن نظام. فالعصبية الصليبية أعرض عن هذا الدين، الدين الإسلامي الحق، واتجهت إلى الجاهلية الإغريقية الرومانية، وبدأت تحط قواعد من النظام اليوناني القديم فقلدته في كل شيء، حتى الدورات الأولمبية والألعاب الرياضية اللي أصبحت دلوقتي شرف للي ينظم كأس العالم والدورات الأولمبية ومسابقات، وإن يعني اللي ينال هذه الدورات يبقى كأنه نال السعادة ويفرح كأنه يعني أشد فرح ممن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتصرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا المظاهر الاحتفال اللي حصلت في قطر عشان هتنظم كأس العالم سنة كم؟ 2020 أو 22 أو حاجة زي كده. كأن الفسق والفجور والانحلال والأشياء دي كلها اللي لا تراعي حرمة الدين وقواعد الاتحاد الدولي. نفس الكلام اللي كان بيحصل في اليونان قديما في الدورات الأولمبية في أثينا وفي غيرها، كل الكلام ده بدأ يتجمع تحت ما يسمى بأنظمة متعددة زي النظام الديمقراطي، وأصبحت العلمانية شعار. لك لا، ابعدونا عن الدين، فصل الدين عن أمور الحياة، فصل الدين عن أمور الحياة. قال لا، الدين منهج يطبق في واقع، ففساد الواقع
لا يعني فساد الدين. هي دي القضية الوقت اللي كل الناس بتتكلم فيه. اللي برد على العلمانية عايز يبين إن فساد الواقع شيء وفساد الدين شيء آخر. دين الإسلام دين متكامل لا يتأتى إليه شيء من الفساد على الإطلاق، لأن الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه لقيام الساعة. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظوه. ومنهج متكامل ومنهج فعال وحي، وهناك من يطبقه على نفسه. بدأ الصدام بين العلمانيين وبين الإسلاميين، لكن لعل الفكرة اتضحت بالنسبة للعلمانية. العلمانية لها صورتان منتشرتان، كل صورة منهما أقبح من الأخرى، اللي منتشرة في البلاد الإسلامية وفي العالم. يعني العلمانية الأولى أو الصورة الأولى العلمانية هي العلمانية الملحدة اللي بتنكر الدين كلية وبتنكر وجود الخالق الباري المصور، وده اتجاه بالغ في رد الفعل بالنسبة للدين من أيام الثورة الفرنسية، اللي رفعوا شعار اقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، ما تسيبوش حد من الناس دي خالص، الدين ده هو اللي أفسد الحياة. لا تعترف بشيء من ذلك أبدا، لا خالق ولا شيء من هذا القبيل، بل تحارب وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله عز وجل. وده الحكم بكفرها أمر ظاهر، إنكار الدين ده ما فيش فيه كلام. إحنا ما بنخافش من العلمانية اللي بالصورة دي، لأن اللي بينكر الدين وبينكر وجود الخالق هو على فكرة برضه هو ما بيجيلكش كده. يعني لما يجي يتكلم في إنكار وجود الخالق يقول لك يعني أنت بتكلمه، هو راجل متحرر على حسب زعمه، عايش حياة غربية كاملة، صورة الحياة عنده انحلال تام، فلما تيجي تكلمه عن الدين ولا عن الأخلاق يقول لك سيبنا من الأفكار المتخلفة دي. الأفكار المتخلفة يقول لك كده في الجملة، سيبنا من الأفكار الإيه؟ المتخلفة. يعني الكلام في الدين أصبح أمور متخلفة، مسألة إن في خالق وقضاء وقدر وفي ربوبية وفي أسماء وصفات وفي عبودية، الكلام ده سيبك من الأفكار المتخلفة. أنت تعرف إن دي تبع العلمانية، إن هي اللي بتنكر وجود الدين من أصل، اللي ما بتعترفش بيه، بس ما بيقولهاش كده على إيه؟ على جلاء ووضوح، بيحاول يخفيها، لكن هو في قرارة نفسه لا مؤمن بوجود خالق ولا مؤمن بأن في آخرة ولا إن في أحكام شرعية ولا شيء من هذا القبيل. والصورة دي إحنا ما نخافش منها على المسلمين، وإن كان فيها كتير من جلدتنا ومن أبنائنا من تعلم في الغرب وعاش بعيدا عن الإسلام وعن الدين ويأتي يعيش هذه الحياة. وعلى فكرة في ناس عايشين كده يا أخوانا كتير، ناس عايشة ملهاش علاقة بدين ولا بشر، حياتها بعيدة خالص. شوف ناس عايشة في قصور وفي فلل في أكتوبر في مدينة نصر في المناطق الراقية، ملهاش علاقة بالدين خالص، ولا يجي سيرة الدين عندهم بأي شيء من هذا القبيل. دي الصورة الأولى من العلمانية. الصورة الثانية علمانية غير ملحدة، لا تنكر وجود الله وتؤمن به إيمانا نظريا، لكنها تنكر تدخل الدين في شؤون الحياة وتنادي بعزل الدين عن الدنيا. وهذه الصورة أشد خطرا من الصورة السابقة. ليه؟ لأن فيها إضلال وفيها تلبيس على عوام المسلمين. فكونها لا تنكر وجود الحق سبحانه وتعالى فده معناه أن أنت ما تعرفش تكفرها ولا تعرف تحكم عليهم بأنهم كفار. هو ظاهر لك بقول لك أنا راجل مؤمن بالدين ومؤمن بالإسلام ومؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأوامر بتاعة الدين دي لا ما تنفعش تقود الحياة. الدين دي حاجة شخصية يعتنقها الإنسان وربنا هيحاسبه عليها، لكن أوامر الحياة ونظام الحياة شيء تاني. ولذلك كثير من الناس لا يتبين حقيقة هؤلاء،
وممكن يكون هؤلاء برضو عاشوا في هذا الفلك وهم يجهلون حقيقة دين الإسلام، لأن ما حدش عرض لهم الإسلام بالصورة اللي فهموا منها إن هذا الدين هو سر الحياة، وهذا الدين هو الذي تساس به الخلائق، والدين هو السياسة والسياسة هي الدين، وما فيش فرق بين الاثنين على الإطلاق. زي ما قلت لكم، مش عارف قلت الكلام ده هنا أو في خطبة الجمعة الماضية، إن اللي يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يبقى ده لا فاهم دين ولا فاهم سياسة، واللي يقول لك إن الدين هو السياسة يبقى هو ده اللي فاهم الدين صح وفاهم السياسة صح. ليه؟ لسبب بسيط. إحنا لو نظرنا إلى علة خلقنا، وأن الله إنما استخلفنا في أرضه على سبيل الابتلاء وسبيل الأمانة، وادلنا الأرض أمانة وخولنا فيها، فمن شأن المخول ألا يتصرف في شيء إلا بإذن من خوله، الإذن الشرعي، يتلقى منه الأوامر اللي يسوس فيها الأرض على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع والبلاد كلها. يقول لك مظبوط كده. طيب الأوامر دي يسوس الناس بها أمور حياتهم ليسلموا في الدنيا والآخرة ويوصل المجتمع إلى الكمال وإلى السعادة، صح؟ يقول لك صح. طب ما هي دي السياسة. السياسة عبارة عن قوانين وأحكام من قبل الحق، السياسة الشرعية قوانين وأحكام من قبل الحق سبحانه وتعالى لتسوس الناس إلى صلاحهم في الدنيا والآخرة، عشان يبقى المجتمع مجتمع راقي يحافظ على نفسه ويحترم حرية الآخرين، وكل واحد يأخذ حقه بما شرع رب العزة والجلال، اللي ربنا قال فيه لآدم: فإما يأتينكم مني هدى فما يتبع هداي فلا يضل ولا أشقى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هي دي السياسة الشرعية اللي اتكلم عنها الشيخ سامي تيمية. يبقى الدين هو السياسة والسياسة هي الدين. فاللي يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، أو بعض إخواننا يقول لك لا أصل الإخوة دول خبراء في السياسة إحنا ملناش في السياسة. لما أنت تقول الكلام ده معناه أنت لا فاهم دين ولا فاهم إيه؟ سياسة. أنتوا معانا مش معايا يا إخواننا في النقطة دي؟ يعني أبسط، اللي فاهم ودارس كويس منة القدير يقدر يفهم إن قضية الاستخلاف مبنية على سياسة الأرض بأمر ربها، وسياسة الأرض على وفق ما أراد صانعها وخالقها من استخلفنا فيها هي قمة السياسة. معايا اخواننا في النقطة دي؟ طيب مثل هذه الأنظمة العلمانية إلا من رحم الله تحارب الدين حقيقة، وتحارب الدعاء إلى الله، وهي برضو آمنة مطمئنة إن مفيش حد هيوصفها بالكفر والمروق من الدين. ليه؟ يؤمنون بوجود الله ويشهدون لا إله إلا الله ونحن رسول الله. فليس من المستبعد أن يجد المسلم اللي عنده بصيرة في كتابات العلمانيين المعروفين بعلمانيتهم أنه يذكر الله ويذكر رسول الإسلام، لكن الغرابة في الدهشة، الغرابة الحقيقية يعني والدهشة الحقيقية، أن تجد هذا الشخص لا يفهم شيئا عن دين الله ولا يفهم حقائق دين الله عز وجل. استجاب لهذه الدعوة العلمانية في العالم العربي والإسلامي كثير من الكتاب والأدباء والصحفيين، وخصوصا الصحفيين. الصحفيون يعني جايز برضو في مسألة عذر في أن العلمانية يتأثروا بها، لأنهم بيربطوا العلمانية بالتقدم وبيربطوا الدين بالتخلف والرجعية. فواحد نشأ ما درسش دينه ولا يعرف عنه حاجة من ساعة ما دخل المدارس في الابتدائي لغاية ما تخرج من الكلية، والدين مادة هامشية ما يعرفش عنها حاجة، وعنده لباقة في الكلام، وعنده قلم مرسل في الكتابة، كل يوم بيكتب في الجرائد، فقاعد بقى له فهم دين ولا فهم سياسة، وقاعد بيعك في قلب الجرائد.
صفحات بأموال لا حصر لها. المحصلة من كلام هذا الرجل عبارة عن فيض من الشبهات بتنساب من خلال قراءة هذه الجرائد في أذهان الأمة الإسلامية وفي أذهان عامة الناس. والغريب يقول لك عليه ده مفكر، تلاقي أستاذ جامعة، ما هو خد دكتوراه وبيدرس. ولذلك احنا بنقول إن اللي بينتمي إلى الإسلام من هؤلاء إن كان محب لدينه وهو مش متأسس في الدين بيبقى ضرره أخطر من العلماني. ليه؟ لأن أحيانا بيقرر حقائق تصادم الشريعة والعقيدة وتصادم معتقد أهل السنة والجماعة وهو لا يشعر ولا يدري. ومنهم جمرة غفيرة منتشرة في وسائل الإعلام المختلفة وتسيطر عليها، ومنهم غير ذلك. الواحد بيقول يعني حتى على الأقل يا أخوانا بعد الأحداث اللي حصلت المفترض أن ينادى بأن يحترم أو تحترم الأغلبية المسلمة في أرض مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية. فالأغلبية المسلمة اللي هم بياخدوا فلوسنا وفلوسهم عن طريق الإلزام بدفع الضرائب، ودي مخالفة للشرع، المفروض المناداة بإلغاء الضرائب ديت وفرض الزكاة، المفروض المشايخ يتكلموا في الصف ده، المفروض علشان نفهم الناس بقى الدين كويس، يعني إن مسألة إن القنوات الحكومية لا يأتي فيها شيء يخالف شرع الله عز وجل ولا مشاعر الناس يكون ده أساس في الدعوة والمطالبة به وإلزام المجلس العسكري به، مش كده برضو ولا إيه؟ حتى على الأقل في الإعلام لما واحد يشوف حاجة أو حاجة حد بيكلم الناس لا يسمح للعلمانيين بأن هم اللي يتكلموا بس، واللي عايز يتكلم بمنطق إسلامي علشان له لحية ومظهر إسلامي يقول لك لا ما يتكلمش. لاحظوا معايا يا اخواننا في اشياء مهمه جدا ينبغي ان تراع، ينبغي على ان من سيحكم بلاد المسلمين على الاقل الا يخرج زوجته سافره عاريه عاريه الساقين او غير ذلك من مظاهر اللي تطعن في ديننا وتجعل ان هذا الدين شيء وان العلمانيه هي الاصل. والغريب في الامر ان شيخ الازهر والمفتي ما فيش واحد منهم يوم من الأيام قال له اتق الله وخلي مراتك تلبس بلاش نقاب تلبس حجاب بس. كان في واحد منهم يجرؤ أن يقول الكلام ده؟ سبحان الله. طيب الآثار الخبيثة العلمانية ونتائجها السيئة على واقع البلد الإسلامي. أسوأ الأثر على المسلمين في دينهم ودنياهم من هذه الثمار الخبيثة العلمانية رفض تفعيل الحكم ما أنزل الله وإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة والاستعاضة عن الوحي الإلهي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالقوانين الوضعية اقتبسوها عن الكفار والغربيين المحاربين لله ولرسوله. ويعتبرون أن الدعوة إلى العودة إلى الكتاب والسنة عودة إلى الرجعية والتخلف وردة عن التقدم وعن الحضارة، وسبب في السخرية من أصحاب هذه الدعوات، ويحتقرون الدعاة الذين ينادون بمثل هذا، بل يبعدون عن تولي الوظائف. الكلام ده احنا قلناه أهو قبل ما تحصل الأحداث الأخيرة في مصر. يبعدون عن تولي الوظائف التي تستلزم الاحتكاك بالشعب وبالشباب حتى لا يؤثروا فيه. أي واحد مسلم ينادي بالإسلام ويقول لهم يا أخواننا طبقوا الشرع والتزموا به يبعدوه إن كان هذا الشخص في المدرسة ولا حاجة مدرس يقول لك لا حولوا إداري، وإن كان خطيب اعزلوه، وإن كان له حق أن يتوظف ما توظفوش. هل الكلام ده هيتغير؟ نأمل أن الأمور تتطور ويبقى الإنسان بيعامل حتى بالمثل. ها إحنا مش متوقعين أن يكون فيه
شرعي وقام، ولا حتى لو انتخبوا. أنا متوقع حتى لو إن الناس انتخبت وأرادت الشريعة الإسلامية إن يحصل في مصر اللي حصل في الجزائر. نعم قال لا يحدث. ونشوف الديمقراطية اللي هتودينا في فين؟ وترجع الأمور ليه برضو؟ لأن الغرب مش ممكن إن إحنا هيختل عقيدتنا وعدم إيماننا بقول الله تبارك وتعالى لا يمكن أبدا إلا أن نثق في قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه؟ ملتهم. فإذا كنتوا عايزين تطبق الديمقراطية عندكم وطبقها عندكم، الشرط الأساسي إن ما توصلش الإسلام للحكم وتبقوا ديمقراطيين 100%. وصلت الإسلام خلاص يبقى هندخل في صراع وحرب. يبقى المسألة في الأصل المفروض أن تبنى على الجهاد في سبيل الله وتربية جيل يقف ليحمي البلاد والعباد. لكن نظام ديمقراطي يقول لك أنا مش عايز الديمقراطية ولعنة الله على الديمقراطية لو أتت بالإسلاميين. شو ما بقولوا كده؟ الواقع كده صراحة. طيب من الثمار الخبيثة العلمانية تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه وتصوير العصور الذهبية لحركة الفتوح الإسلامية على أنها عصور همجية تسودها الفوضى. شوفوا بقى الاتجاهات اللي بتطلع في وسائل الإعلام اللي هم بيعلوها الوقت. اللي يطعن في السنة يجيبوه، اللي يطعن في التاريخ الإسلامي يرفعوه، اللي يطعن في البخاري ومسلم يا تفتح له الآفاق. المهم ما يسيبش تاريخ الإسلام ولا شأن الرفعة اللي ربنا أعز بها الإسلام في حالها. يقول لك لا اتطور يا أخي، سيبك بقى من الأحاديث وحدثنا فلان عن فلان وما عادش في حاجة اسمها خلافة ولا شيء من هذا القبيل، الكلام ده انساه. دي كان من آثار العلمانية بالإضافة إلى إفساد التعليم وجعله خادما لنشر الفكر العلماني. من الآثار الخبيثة للعلمانية إذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة وبين أهل التحريف والتبديل والإلحاد. فهم في نظر العلمانية سواء، الجميع بمنزلة واحدة من حيث الظاهر، وإن كان في الحقيقة يقدمون أهل الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان على أهل التوحيد والطاعة والإيمان. يقول لك المسلم والنصراني واليهودي والشيوعي والمجوسي والبرهمي كل هؤلاء في ظل الفكر العلماني بمنزلة واحدة، لا فضل لأحد على آخر إلا بمقدار الاستجابة لهذا الفكر العلماني. كونك تؤيد النظام لهذا الفكر العلماني يسوسه أو يقوده يبقى أنت مقرب. وعليه برضو ما عندهمش مشكلة العلمانيين في أن كل واحد حر في حياته، فالنصراني أو اليهودي أو البوذي أو الشيوعي إن تزوج بالمسلمة فأمر لا غبار عليه، ولا حرج أن يكون اليهودي أو النصراني أو غير ذلك من النحل الكافرة حاكما على بلاد المسلمين. ده النظام العلماني والديمقراطي. زي ما بعض إخواننا بتوع الإخوان المسلمين الوقت بيقول لك ما فيش إشكال إن إحنا نخلي واحدة نصرانية تبقى رئيسة للبلد أو واحد نصراني، عادي عادي. العلمانية لها أحكام يا أخوان فما تستغربوش. فشعار الإسلام هو الحل الوقت أصبح من الأمر العادي إن واحد نصراني يحكم في بلاد مسلمة، أو إن تكون النصرانية قاضية أو أميرة أو وزيرة أمر عادي، أو تنضم الحزب الإسلامي عادي لك على أساس السياسة. المعاني تدغدغت ولعل الأمور الآن أصبحت واضحة مين هو اللي على حق ومين هو اللي على باطل. وهم يحاولون ترويج ذلك في بلاد المسلمين تحت مسمى الوحدة الوطنية، بل جعلوا الوحدة الوطنية هي الأصل المعصوم، وكل ما خالفها من كتاب أو سنة طرحوه ورفضوه، وقال هذا يعرض الوحدة الوطنية للخطر. كلامنا ما كتبناش بعد الأحداث، احنا كاتبينه قبل الايه؟ قبل الأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة. ومن ثمار العلمانية نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية
وتهديم بنيان الأسرة وتشجيع انفكاك الأسرة. المهم الراجل ما يخلفش كتير والمرأة يربطوها بأي شكل، ده وضع يعني عادي. وسن القوانين التي تبيح الرذيلة وتعاقب عليها وتعتبر ممارسة الزنا والشذوذ من باب الحرية الشخصية بآثار العلمانية. يبقى واحدة واخدة كارنيه تشتغل ايه؟ مومس، زانية، رقاصة، عادي، حرية شخصية. العلمانية تجيز ذلك، أمر عادي. وكذلك وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز التي لا تكل ولا تمل عن محاربة الفضيلة ونشر الرذيلة بالتصريح مرة والتلميح مرة تانية وليلا ونهارا. دي كان من أبرز سلبيات العلمانية. محاربة الحجاب، فرض السفور والاختلاط في المدارس، كل ده عن أثار العلمانية. وتضييق الخناق على الكتاب الإسلامي ونشر الكتاب الإسلامي وإفساح المجال للكتاب العلماني. شايفين، فاكرين لما كان الوزير اللي كرم واحد بيسب في الذات الإلهية واداله 200,000 جنيه والشيخ يوسف البدوي ولا مين رفع عليه قضية، كان وزير الثقافة اللي عمل الحكاية دي علشان واحد بيسب في الذات الإلهية وقاعد بيطعن في الله عز وجل وبشبه انه شيخ غفر. ده كاتب ومفكر وراجل ما شاء الله يعني ياخد جائزة الدولة الثقافية للفكر وكده يعني، وادوله 200,000 جنيه من فلوس الشعب المصري. سبحان الله، اهو هو دلوقتي برضه في السجن ولا فين؟ ربنا سبحانه وتعالى يورينا فيهم كلهم آية، اللهم امين. ومن ثمارهم الخبيثة مطاردة الدعاء إلى الله ومحاربتهم. الكلام ده ما بنقولوش في عصر الحرية الوقتي، لا، ده في العصر اللي قبله. الكلام ده انكتب قبل الأحداث. وإلصاق التهم الباطلة بهم ونعت بالأوصاف الذميمة وتصويرهم على أنهم جماعة متخلفة فكريا ومتحجرة عقليا، رجعيون يحاربون كل مقترحات العلم النافع. كان من أكثر الأذى اللي سببته العلمانية أنها دعت إلى شعار براق يسمى الدعوة إلى القومية والوطنية. ساعة ما تتكلم لك شوف اللي ماهوش وطني، اللي عايز يعمل فتنة طائفية، وطلعوا الوطنيين حراميين، والنظام كامل بتاع الوطنية دي والقومية اللي صدع دماغنا بالوطنية دي كله الآن في السجن، سرقوا البلد ونهبوها. عشان نعرف انها كانت حرب على الاسلام وتصدير لدعاوى فارغه لا طائل من خلفها. على العموم يعني اللي موجود في الكتاب يكفيكم ان شاء الله وفيه سعه، وانا مش هطول اكتر من كده في العلمانيه عشان لسه عندنا مذاهب معاصره كثيره. ننتقل الى الشيوعية والماركسية، دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى لهدمها. واحد يقول الشيوعية خلص، لا ما خلصتش. في الحزب اليساري اللي موجود لغاية دلوقتي، الحزب الشيوعي اللي لسه بيتبنوا لغاية دلوقتي أفكار ماركس ولينين. وليبيا لغاية دلوقتي ما أنتم عارفين مثلا بتتبنى فكر الشيوعية، بس القذافي عليه من الله ما يستحق طورها في الكتاب الأخضر لموضوع جماهيرية اشتراكية عربية ملوخية، في حاجات كتير شوية أسماء كتيرة كده صراحة الواحد ما اشتراكية مش عارف إيه الوطن الوحدة. وبعدين الكتاب الأخضر حاول يطور في كلام ماركس ولينين وبدأ يطعن في كتاب رب العالمين ويحذف منه آيات، موجودة لغاية النهاردة. ولكن الحزب الناصري، الحزب الناصري ده بيتبنى فكر إيه؟ الفكر اللي احنا نتكلم عنه بتاع الشيوعية ده. فعلى العموم احنا نخلي الكلام عن الشيوعية والماركسية إلى ما بعد الايه؟ الصلاة، ونستكمل بإذن رب العزة والجلال. نتحدث عن الشيوعية الماركسية
كدعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى لهدمها من أصولها واقتلاعها من جذورها. هذه الماركسية لا تعترف بغير المادة، شعارها لا إله والحياة مادة، والدين عندهم وهم وهو مخدر يتعزى به الفقراء والكادحون. دي المبدأ الأساسي عند الشيوعية والماركسية. لكن نشأة الشيوعية أصلا فكرتها هي نفس ظروف نشأة العلمانية، بس العلمانية كانت في أساس النشأة في أوروبا، والشيوعية في أساس النشأة في روسيا أو في الاتحاد السوفيتي في موسكو، بداية تطبيقها العملي. نفس الظروف اللي مرت هنا هي اللي مرت هنا، جو ملتهب بالاضطرابات، الاستبداد والظلم، صراع بين السلطة في الكنيسة والسلطة في الدولة، هيمنة الكنيسة وهيمنة القيصر على البلاد وعلى العباد، كنيسة غاشمة والسلطة ظالمة، انتشرت المحسوبية وانتشر الفساد وابتزاز أموال الناس بكل أنواع السبل. في كتاب تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، في واحد كتبه فيلسوف اسمه فيشر بيقول: كل ذلك أسخط العقول المتزنة في جميع أنحاء أوروبا، وجعل بعض النقاد الذين لم يعرفوا بشيء من التصون أو لم يعرفوا بشيء من التصون أو التقوى ينعتون رجال الدين بأنهم صياد الذهب والفضة. انحطت أخلاق الببوات انحطاطا عظيما، واستحوذ عليهم الجشع وحب المال حتى كانوا يبيعون المناصب والوظائف زي السلع بالظبط. ويوم ما يوصل الحال إلى هذا الحد يبقى أبشر بالخراب. أنا أذكر أن أحد الإخوة كان بيقول لي، كان مترشح للمجلس الشعبي المنحل اللي فات، أن كان الحزب الوطني عامل إتاوة على كل مرشح عشان يقف معاه، يدفع 100,000 جنيه، 200,000 جنيه، 500,000 جنيه، والغريب ان الفلوس دي لما راحت عليهم اصيبوا بحسره، ففي منهم اللي مات بالسكته القلبيه. والله نعرف واحد مات لما عرف ان ايه خلاص، يعني الفلوس دي كلها راحت، دفع 7,000,000 راحوا عليه. المهم ده كان بيحصل ان الكنيسه بتبيع الوظائف. حاربت العلم وانتشرت محاكم التفتيش وعاقبت الكنيسة 300,000 بالإعدام حرقا، منهم 32,000 أحرقوا أحياء عشان خلفوا الكنيسة أو خالفوا ما جاء على حسب زعم القساوسة ما جاء في الكتاب المقدس، لأنهم وصلوا إلى أبحاث قد تكون حقيقية ونافعة لأمة الإنسانية. نفس الأجواء دي ظهر فيها الفكر الشيوعي. طيب خلينا نتكلم عن مؤسس هذا الفكر اللي هو كارل ماركس. ماركس عمل ايه؟ أسس النظرية الشيوعية كفكر، وقام لينين بتطبيقها عمليا في روسيا. هي كفكر أنشأها مين؟ ماركس. ماركس أبو الشيوعية أو أبو المادية الجدلية أو التفسير المادي للتاريخ، صاحب المقولة الشهيرة اللي بيقول فيها الدين أفيون الشعوب. يهودي ألماني، لاحظوا إن كل المذاهب المعاصرة وراها يهود، إما مؤسسها يهودي إما ناصرها يهودي أو نصراني، إنما
ما فيش مسلم ينتسب إلى هذا إلا بالتبعية، زي ما هنشوف في أمثلة كتير إن الفكر انتشر عندنا عن طريق استجابة بعض المسلمين لهذه الأفكار. يهودي ألماني ولد في مدينة ترير سنة 1818 بألمانيا، أبوه كان محامي، دخل جامعة بون وهو عنده 17 سنة، انتقل إلى جامعة برلين، حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة فيينا. اشتغل في الصحافة، صحفي، وعمل رئيس تحرير صحيفة الراين في مدينة كولونيا. أفكاره السياسية أوقعته في مشاكل كثيرة، انتقل إلى باريس ثم إلى بلجيكا، وفي بلجيكا سنة 1847 أصدر أول مؤلفاته إفلاس الفلسفة، وبعد كده أصدر البيان الشيوعي كتاب. أمضى ماركس حياته في لندن، نقل لندن يدرس يكتب، وسنة 1867 أصدر الجزء الأول من كتابه الشهير رأس المال لكارل ماركس. بعد كده ظهر جزئين بعد وفاته كان كتبهما. أخذ نظرية داروين في أن الإنسان كائن متطور من خلية أولية إلى حيوان برمائي إلى قرد إلى إنسان معتدل، وبدأ يطبق هذه النظرية على أسس فلسفية اقتصادية. فأنا عايز أشرح لكم ببساطة فكرة ماركس. ماركس بيقسم الحياة البشرية في تطورها إلى خمس مراحل حتمية. المرحلة الأولى بيسميها الشيوعية الأولى، المرحلة الثانية بيسميها مرحلة الرق، الثالثة بيسميها مرحلة الإقطاع، الرابعة بيسميها مرحلة الرأسمالية، الخامسة الشيوعية الثانية والأخيرة. طب الكلام ده نفهمه إزاي؟ فكرة الراجل ده بيقول لك إن أول مرحلة الشيوعية الأولى، البشرية عاشت في جو ملائكي، الناس كلها ما عندهاش ملكية فردية، مجموعة من البشر، يعني ما تقول من أيام آدم كده، يعني 100 200 300 1000، الأرض واسعة فيش ملكية فردية، اللي عايز حاجة بياخدها، أكل بياخده، جنس زي ما هو عايز، ما فيش قيود، خد بالك إزاي، الجنس يمارس على المشاع، كل النساء لكل الرجال على السواء، الأرض ملك لقبيلة البشر دول بكليتهم، الطعام يتناوله الجميع معا، والسلاح برضه مملوك للجميع معا، اللي عايز يصطاد ممكن ياخد القوس بتاع جاره وياخده ويطلع يصطاد وياكل ويشرب، والحياة عايشة في جو ايه ملائكي، شعارها التعاون والحب والتناسق والانسجام. ده بيسموه الشيوعية الأولى، مجموعة أفراد بتمثل قبيلة. طيب قال بعد كده الإنسان اكتشف الزراعة، يعني كان في الأول صيد، فعدد البشر قليلين وكلهم عايشين، ما فيش حد بيملك حاجة ولا في حاجة يعني إيه تستدعي أن في واحد يتناحر مع الآخر، الناس سواسية في ذلك. اكتشف الزراعة، فلما اكتشف الزراعة فكل واحد عايز يحافظ على أرضه، فأصبحت القبائل القوية تتقاتل مع القبائل اللي هي الضعيفة، وكل واحد عايز يوسع أرضه، فتوسعه الأرض أدت إلى المقاتلة وإلى الاستعباد، فظهر نظام الرق. ده اسمه التفسير المادي للتاريخ، نظام إيه؟ الرق والاستعباد. راحت القبائل القوية تقاتل القبائل الضعيفة وتسترقها وتستغلها وتشغلها في فلاحة الأرض، فنشأ الرق ونشأت الملكية الفردية، يقول لك لا ده ليه أرض وليه بتاع وكده، وانتهت الشيوعية الأولى البسيطة اللي كانت الناس عايشة فيها. طيب يبقى لما ظهرت الزراعة حصل فيه إيه؟ نظام الرق والاستعباد
وناس عندهم أراضي كتير وناس عندهم أراضي قليلة. شوية اكتشف الآلة اللي هي المحراث، فالآلة ديت ساعدت على توسع القطع الزراعية بالنسبة للناس، فظهر النظام الإقطاعي. فالنظام الإقطاعي أصبح في مجموعة إقطاعيين، هؤلاء الإقطاعيون يسيطرون على الأرض وبقية الناس يعني يعيشون مذلولين لهذه الإيه الإقطاعية. أفكار وعقائد ونظم ومؤسسات تختلف عن المرحلة السابقة. المحراث قبل الزراعة، قبل الإيه الشيوعية الأولى اخترعوا الآلة، مش بقى محراث، لا الآلة بقى اللي بتشتغل بالبنزين والجاز والحاجات دي. فظهر النظام الرأسمالي، لأن أصبح الشخص بقى مش بس عنده أراضي بس، لا ده عنده حاجات كتير ومصانع وأشياء. فأصبح النظام هنا تحول من إقطاعي إلى إيه؟ رأسمالي. وانتقلت صورة الملكية الفردية من ملكية زراعية إقطاعية إلى ملكية صناعية رأسمالية، ونشأت أوضاع فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة بالمرة. فتغيرت الطبقة ذات السيادة، فلم تعد هي طبقة الأشراف وأمراء الإقطاع، وإنما أصبحت طبقة الرأسماليين أصحاب المصانع ورؤوس الأموال. والشعب لم يعد مجموعة من الفلاحين، لا مجموعة من العمال أو الطبقة العاملة الكادحة اللي أنشأ عليها اسم البروليتاريا. مصطلح بروليتاريا الطبقة العاملة الإيه؟ الكادحة. طيب وبعدين؟ قال دي مش محتاجة كلام، لازم الناس يرجعوا للشيوعية الأولى. الشيوعية الأولى إن تكون الأرض مش لطبقة معينة، بحيث تبقى طبقة رأسمالية وفيه طبقة كادحة ما عندهاش أي شيء على الإطلاق. لا، الشيوعية الأولى معناها إن كل اللي موجود من المصانع والأراضي تمتلكه الدولة، والكل يبقوا شركاء في هذه الدولة لا أجراء، زي ما هو الشعار اللي رفعه القذافي وحطه على يافطات في كل بلد موجودة في ليبيا، بنغازي ومصراتة وطرابلس والأماكن دي، شعار كبير شركاء لا أجراء. فكر مين؟ ماركس. وقال لك بس احنا دلوقتي الدولة هي اللي تتبنى كل حاجة، وكل واحد من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. يعني كل واحد يبذل أقصى طاقة عنده، وكل واحد يأخذ حسب حاجته. ده الشعار اللي رفعه مين؟ ماركس. يعني انت لو انت راجل مفكر وبذلت أقصى ما عندك، أقصى شيء عندك بتبذله، يستوي مع أي واحد تاني حتى لو كان جهده بسيط؟ ودي طاقته، ده حتى تخالف الفطرة. أحيانا الواحد يفكر في فكرة تعادل تفكير ألف، مش كده برضه؟ هو قال، لكن هو قال من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. فحاجة الإنسان قال إيه؟ محتاج أكل وشرب، يبقى نعمل له بطاقة تموين. فظهرت بطاقة التموين في العالم الإسلامي والعالم العربي. ما هي بطاقة التموين دي جاية من ماركس، مش جاية من الدولة. بالك إزاي؟ ماركس قال ليه بطاقة التموين روح يجيب أكل الشهر. وهناك أنتوا عارفين ما زال في ليبيا الحكاية ديت، إن المواطن أصلا هناك رواتب الناس ضعيفة، بس هو بياخد بطاقة يروح يصرف كل اللي عايزه. خد التموين، احنا عندنا طبعا التموين، وبقى التموين محدود وشويه بشويه ما عادش فيه تموين خالص. انا بلاقي ان هم شالوه، خد بالك ازاي؟ بطاقه التموين، وياخد كمان بطاقه ياخد كسوته. وانت محتاج كام توب يعني في السنه؟ خد بالك ازاي؟ توبين ثلاثه في السنه. ومحتاج لك حرمه، روح خد لك حرمه. ما الحريم بقوا تبع الدوله برضه.
للأسف هو ده اللي حصل بالضبط. أنا بقول ببساطة يعني، نظام ماركس ده فلسفه في رأس المال والكتب اللي كتبها، وبدأ يتكلم على إن مفيش حد يكون له ملكية خاصة أبدا، الملكية هتبقى ملكية عامة، وملكية مين؟ الدولة. طيب جه بقى شخص اسمه لينين. لينين اتولد سنة 1870 ومات سنة 1924. على فكرة الراجل ده هو اللي أقام الثورة في روسيا، ولفظ كلمة ثورة حتى ده مستورد من ماركس برضه. ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها ثورة، احنا عندنا حاجة اسمها الجهاد. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان إيه جاء، مش أفضل الثورة. مصطلح الثورة أصلا مصطلح شيوعي جاي من عند الناس دي. فلينين طبق أفكار ماركس على روسيا، وكان دموي قاتل سافك للدماء. 1924 أقام الثورة الشيوعية في روسيا، ويعتبر من أخطر الرجال أثرا في التاريخ. اسمه فلاديمير أليتش أوليانوف، ده الاسم الحقيقي بتاعه، لكن شهرته لينين. له أخ اسمه ألكسندر، وأب موظف في الدولة. ألكسندر ده أعدم بسبب اشتراكه في مؤامرة لاغتيال القيصر، قيصر روسيا، لكن هو أصبح متحمس لأفكار ماركس. اعتقلوه سنة 1895 وأمضى في السجن 14 شهر، نفوه إلى سيبيريا. وفي سنوات سيبيريا تزوج زميلته في الثورة اللي هي واحدة ثورية شبهه كده يعني، وعمل كتاب بعنوان تطور الرأسمالية في روسيا. خلص فترة السجن سنة 1910، بعدها سافر إلى أوروبا الغربية، وبعد كده تولت الأحداث. ثم بدأت ثورة عنيفة جدا 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 في روسيا، قتل فيها آلاف مؤلفة، وأصبح هو على سدة الحكم في روسيا. وهو موجود على فكرة لغاية النهاردة كجسد حي، جسد حي في متحف موجود في الميدان الأحمر بموسكو. يعني فن التحنيط عند الجماعة الفراعنة كان أقصى ما يمكن أن هم يعملوا موميا، يلفوه بلفائف وكده يعني. لكن الروس اخترعوا نظام في التحنيط، عملوا عنه برنامج، أنا شفت البرنامج ده. صورة ماركس، صورة لينين يوم ما مات أعطوه الدموية اللي موجودة في وشه، ومحطوط في قفص مغلق بصورته اللي كان عليها في أيام الحكم، تشوفه كأنه هو موجود لغاية دلوقتي، ما تغيرش منه حاجة، وعاملينه مدحب بيزار، بل يؤلهون هو يعبدونه من دون الله في الميدان الأحمر بموسكو. يعني تقريبا في السنة بيزولوا أكثر من 2-3 مليون، على اعتبار ده يعني منشئ الثورة. كانت الثورة راحت والكلام ده كله بقى كلام فاضي، لكن الشاهد ان ماركس مولينين ما زال موجود حتى الان كصورته في المتحف كجسد حي. يعني هم عايزين يقولوا يعني ان احنا عندنا فن من التحنيط يفوق اي فن في العالم حتى المصريين، بدليل هو الاحتفاظ بلينين لهذا الوقت. بس الله اعلم الوقت ده هيستمر ولا ما استمرتش يعني، لكن هو بالفعل موجود. لو انت شفت الصور اللي بتنقل هناك، ده من تقديسهم لهذا الرجل. نفذ افكار ماركس بمنتهى القوى والعنف والقسوه، ومن رايه انه لا يمكن حل مشكله من المشاكل الا بالعنف. يقول لك لا يفل الحديد الا الحديد. اشتغل بنظام القسوه، وشعاره لا يلتوي الحديد بغير النار، والإنسان أشد صلابة من النار. فكان نظام قمعي ديكتاتوري هيمن على روسيا فترة طويلة.
وحول الناس إلى نظام عبارة عن عبيد بيشتغلوا في قطاع عام للدولة، وفي المقابل لينين والمجموعة اللي معاه في الثورة خدوا خيرات البلد كلها وبقوا عايشين في بزق تام، الناس في فقر مدقع، ويشتغلوا ويبذلوا أقصى طاقة عندهم، ودورهم بس إنهم يأكلوا ويشربوا ويناموا، وحتى يناموا في مجمعات مش في بيوت خاصة، يعني كأنهم قطعان بيربوا جاموس. خلينا نقول يأكل ويشرب ويشتغل، ده كان المجتمع. لغاية ما انهار هذا المجتمع وزال الاتحاد السوفيتي والفكر الماركسي وبدأوا يتحولوا لنظام آخر. طيب تعالوا نشوف إيه اللي حصل من جراء هذا الفكر الماركسي وكيف صدر إليه. أول حاجة إلغاء الملكية الفردية. الأسس والمبادئ اللي طبقت وقامت عليها نظرية ماركس وأصبحت واقع في الاتحاد السوفيتي وصدرت إلى البلاد الإسلامية، فأنت هتشوف الواقع اللي احنا عشناه من خلال هذه الأفكار. إلغاء الملكية الفردية عشان تحل محلها الملكية الجماعية، فلا يملك أحد شيئا من وسائل الإنتاج وأدواته ملكية فردية، ما عادش ينفع بقى ملكية جماعية. فظهر قضية التأميم اللي كانت في أيام جمال عبد الناصر، تأميم المصانع، تأميم قناة السويس، تأميم الأراضي الزراعية اللي الناس رفعت قضايا وخدتها، وبعد ما الناس خدت الأراضي الزراعية عشان استصلحوها وسكنوها دلوقتي بيدفعوا ثمنها، لكن عاشوا فترة طويلة على إن دي أراضي الدولة والقطاع العام، سواء كان الإنتاج زراعيا أو صناعيا، إنما تكون الملكية جماعية. وليس معنى الملكية الجماعية أن أي مجموعة من الناس يملكون أو يمكن أن يملكوا ما تحت أيديهم من وسائل الإنتاج، لا. وكلمة وسائل الإنتاج، معلش وسائل الإنتاج أو إيه حكاية أن وسائل الإنتاج تبقى ملكية عامة؟ أنتوا فاكرين الجمعيات الزراعية؟ الجمعيات الزراعية اللي موجودة لغاية دلوقتي، المواتير والجرارات والأشياء دي كلها كانت ملكية حكومة، ملكية عامة، الفلاح لا يملك شيء. فأنت في أرضك تروح تجيب الجرار بتاع الحكومة، عايز ترش القط تجيب الماتور بتاع الحكومة. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ دي كلها أفكار ماركس كانت بتنفذ هنا بحذافيرها، والناس هنا غلابة لا عارفين الأبيض ولا الأسود، هم بياكلوا خلاص. فتحولت الملكية الفردية اللي كانت موجودة عندنا احنا أيام الملك وقبل الثورة إلى ما بعد الثورة أصبحت ملكية عامة في الأراضي اللي هي بعد كده خصصوها. شوفوا الخصخصة اللي حصل. ما أقول لك المسلمين بيعبثوا بهم مع إن عندهم نظام متكامل وكامل، لكن ما فيش فايدة، ما فيش فايدة، الناس ما بتتعلمش. طيب عملوا كده في روسيا، الدولة هي الملك الوحيد لوسائل الإنتاج، وتملك المصانع وإنتاج المصانع والمحاصيل الزراعية، الدولة هي كل حاجة. وخلي بالكم اللي قائم على الدولة واللي بيحكم الدولة بيبقى فرد من أفراد الدولة ولا بيبقى ماسك كل حاجة؟ ماسك كل حاجة. أنا أمين على البلد، على الأمانة بتاع البلد دي، عربيات وفلل وحاجات وقصور وحفلات وبزخ وطرف، والناس عايشة لا تملك أي شيء، زي ما كان القذافي عليه من الله يستحق بيقول أنا لست صاحب منصب، ما فيش حاجة عشان أستقيل عنه، أخبرك إزاي؟ أنا راعي بس موجه. طب بس البلد كله وخيرات البلد كلها في ايده، ما هو لو كان صحيح فرض من افراد الشعب ماشي، او الشعب الفلوس بتقسم عليهم بالتساوي ماشي، لكن اللي بيحصل ان الناس مطحونه ومليارات
سنوية كم مليار بيخشوا؟ أنا مش عارف حساباتهم. مليارات يومية راحت فين؟ على الكورة ونادي أرسنال ونادي معرفش مين، شاري نادي بمليارات وأولاده، بتعملوا بهم إيه؟ يعني شوفوا حتى الكذب في أن يقول لك أنا شيوعي أو أنا بدعو إلى هذه الأمور اللي يكون الناس فيها سواسية، لا يمكن أن يطبق، لأن ده بيصادم الفطرة. ربنا خلق الخلق الابتلاء ونوع بين العباد وجعل في 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 أموال الأغنياء حقا للفقراء. الأمور ما تجيش كده. المهم خدوا بفلوس الناس تحت الملكية العامة وبعد كده خصصوها برضه أهو، وده اللي حصل في روسيا وحصل هنا برضه. بعد كده إلغاء الطبقات، ما عادش في المجتمع حاجة اسمها طبقات، ولا ينقسم المجتمع إلى مالكين مستغلين ومملوكين مستغلين، ما عادش ينفع الكلام ده. بس اللي حصل إن الطبقة المالكة اللي هي الرئيسة أصبحت هي المالكة الحقيقية اللي بتحرك البلد، تتحكم في خيراتها، والناس عبارة عن ناس مطحونة تشتغلوا بس. طيب غريب في الأمر بقى، لما واحد يشتغل فترة ويتعب ويجي يلاقي إن جهده ما بيستفيدش منه، بتحطه في فلوس الدولة، فلوس الدولة اللي مسكنها حرامية. طب وأنا هشتغل ليه وتعب نفسي ليه؟ إذا كان أكلي ومرتبي مش مكفين. ده اللي حصل بالظبط. الوزير اللي جه عشان يتكلم على الضرائب وما الضرائب وفرض علينا الجزية، الراجل النصراني اللي مسك ده فرض على المسلمين الجزية والضرائب والضرائب العقارية وكلام من ده، وطلع هو الحرامي اللي كان بيسرقها وهم الحراميين اللي كانوا بيسرقوها. فالأمور لما تبقى بالشكل ده الشعب نفسه هيقول لك إيه؟ طب أنا أتعب نفسي ليه؟ إن كان موظف ينهب على قد ما يقدر والرشوة تشتغل، وإن كان مدرس ما يدرسش ويدي دروس خصوصية، وكل واحد، وإن كان شرطة المرتب مكفيش يبقى يفرض إتاوة على العربيات، وإن كان أمين شرطة يفرض إتاوة على المحلات، وإن كان خربت البلد. ليه؟ لأن الأفكار اللي بيتكلموا عنها صادمت الفطرة وخالفت منهج الله عز وجل. فطبقة البروليتاريا اللي بيتكلموا عليها وإنه هيقف في صفها، ده كلام ملوش واقع. أمر آخر من مقومات النظرية الشيوعية الماركسية، كفالة الدولة لجميع المواطنين. تقوم الشيوعية على مبدأ كفالة الدولة لجميع المواطنين على أساس إن ده واجب الدولة تجاه المواطنين وحق المواطنين على الدولة. ويندد الشيوعيون بالرأسمالية خاصة التي تحتفظ دائما بجيش من العاطلين لتضرب به حركات العمال. ده على حسب كلام ماركس يعني، لكن هو هيقف مع الطبقة الكادحة. ادي الطبقة الكادحة، روح المستشفيات كده وانت تشوف. وعلى فكرة الكلام ده مش هنا بس، في روسيا نفس الكلام وفي الصين نفس الكلام. في الصين مجتمعات بسيطة ماسكين رأس المال تحت النظام الشيوعي، وأكثر من 80% من الشعب بيأكلوا في الزبالة ومطحونين. هذا النظام الشيوعي، ونفس الكلام في روسيا ونفس الكلام هنا. شوفوا المستشفيات اللي بتملكها الدولة، روح كده الحمامات بتاعتها بص عليها، أنا عرفت تقعد هناك دقيقة تبقى بطل. أي والله. واللي يروح مستشفى من المستشفيات العامة، كلام ده قبل الأحداث الأخيرة ديت ولا زالت، ما اظنش اتغيرت الامور يعني، خد بالك ازاي. اللي عايز يتعالج على حساب الدوله يقف صف طابور، انما واحد ممكن يروح بطياره ياخد مليون عشان بس عينه بترمش او عن مش عارف عنده ايه حاجه او هيعمل فحوصات. هي دي العداله اللي بيتكلموا عنها؟ املنا ان الامور تتحسن والامور تكون افضل حتى على الاقل مما سبق يعني. ماركس اعلن كشيوعي يعني ان واجب على الدوله ان تكفل لكل فرد من افراد المجتمع ضروراته الاساسيه، طعام، ملبس، مسكن، جنس.
طب وجنسي دي ازاي بقى؟ يعني انت اول ما تبلغ تروح هناك هيصرفوا لك عروسه ببطاقه التموين. والنسوان يشتغلوا زي الرجاله بالظبط، في مساواه، مساواه في كل حاجه. يعني لو راكب مترو وانت قعدت يبقى ما تقومش المرأة. ليه؟ والله انت بتشتغلي زي زيك وبتاكلي قد اكلي ونفس النظام وحريه ومساواه. فما تجيش بقى تقولي لا ده فين المروءه وفين الشهامه اشمعنى دلوقتي؟ ده اللي بيحصل دلوقتي. بس طبعا لان الاسلام فطره فينا الواحد يأباها. يعني المساواه في الاجور، دي من اسس النظريه الشيوعيه، حكايه المساواه في الاجور دي. طيب اهم حاجه في النظريه الشيوعيه بتاع ماركس دي الحزب الشيوعي اللي بيتبنى افكار ماركس، اهم حاجه بيركزوا عليها الغاء الدين والغاء الصراع والغاء الحكومات كأساس متين وأساس من الأسس في النظرية الشيوعية. دين لا، الدين أفيون الشعوب، الدين خرافة، ونحن الآن في عصر العلم. وماركس طبعا قعد يتكلم على إن الدين ده يعني ما هو إلا تفسير لعجز الإنسان عن التعامل مع المادة بمثالية، والنظام الشيوعي ما قدرش الإنسان يوصل له زي ما وصل له ماركس. فبدأ يدور على خرافات وخزعبلات يفكر فيها علشان يعني يرضى بواقعه الأليم كإنسان مستعبد من الطبقة الكادحة، وده قضاء وقدر وأشياء من هذا القبيل. شعار الدين أفيون الشعوب ده انتشر بشكل واسع في نظرية الشيوعية الماركسية. إلغاء الحكومة في مستقبل البشرية هو مبدأ من تنبؤات الشيوعية. نظريتهم إن الحكومة موجودة الآن لأنها تؤدي مهام معينة، لكن هيجي وقت من الأوقات لو النظام الشيوعي اتطبق على حسب كلامهم يبقى ما فيش حكومة. وبالفعل سعى القذافي على إن يجعل النظام الشيوعي الشعب هو اللي بيحكم الشعب واللجان الشعبية على فكرة أكبر نظام فرض رشوة على أفراده في أي دولة في العالم كان النظام الليبي، نظام اللجان الشعبية. لازم تقدم رشوة أو هدية للقائم على اللجان الشعبية علشان تاخد حقك، وده أصبح فرض ينسحب على كل اللجان الشعبية. وكلمة لجان شعبية يعني إيه؟ الناس هي اللي بتحكم نفسها، اختاروا اللي يحكمكم في كل بلد وكل بلد تحكم نفسها. وطبعا الكلام ده بيصادم الفطرة ويصادم العلة التي خلق الله عز وجل الناس من أجلها. لكن لو قلنا أن كارل ماركس كان يهودي نعرف أن الشيوعية والصهيونية اسمان لكنهما في الحقيقة شيء واحد، وهذا ما أكدته الوقائع وأكده الواقع. كان ماركس يهودي متعصب يمثل في حياته الخاصة والعامة كل ما تنطوي عليه نفوس اليهود من كراهية لسائر طوائف البشر، والحمد لله أن الشيوعية زالت من الواقع وما عادش لها أي دور على الإطلاق، وأصبح الاتحاد السوفيتي المبنى على الشيوعية انهار وتفكك. وأصبحت روسيا الآن مع أن روسيا انهارت اقتصاديا وانهارت في أشياء كثيرة جدا، إلا أن هذه الأفكار ما زالت سارية في بلاد الإسلام حتى الآن. فعلى سبيل المثال اللي كان بيطبقها ليبيا، وعندنا الأحزاب اللي هي حزب الناصري والحزب اليساري والحزب مش عارف إيه، ما زالوا حتى الآن بيتبنوا هذه الأفكار في بلادنا. فلعل الآن المذاهب اللي بنقول عليها الحزب البعثي السوري ما زال حتى الآن بيتبنى أفكار ماركس والهين، وإن كان هو علوي نصيري من الذين يعبدون علي بن أبي طالب، وإن هم والشيعة توأماني
فلو جيت من ناحية الدين هم أخطر ما يكون على المسلمين، ولو جيت من ناحية المذاهب المعاصرة فهم شيوعيون ماركسيون يستعبدون البلاد والعباد ويفعلون بهم الأفاعيل. والدم اللي بيسال في سوريا للأسف يعني أغلب دم أهل السنة والجماعة. نرجع إلى مذهب آخر من المذاهب، صحصح معايا، مذهب الوجودية، نسمع عنها لكن نعرف حتى ولو فكرة مقتربة عن هذا المذهب، مذهب الوجودية. الوجودية مذهب يبالغ في قيمة الإنسان ووجوده وعدم احتياجه لموجه. يقول لك احنا بننظر الإنسان كقيمة، هو نفسه يوجه نفسه، مش محتاج لتوجيه خارجي. يعني ايه مش محتاج لتوجيه خارجي؟ يعني مش محتاج لموجه ديني او وضعي. امال ايه يعني؟ هو حر، انا موجود، انا بفكر، انا بفكر، انا موجود. فيقول لك الإنسان يستغني في وجوده وقيمه، يستغني بنفسه عن اتخاذ في اتخاذ قراراته دون الحاجة إلى موجه ديني أو وضعي. لك ده صاحب تفكير وحرية وإرادة لا يحتاج إلى موجه. طب مين اللي أسس الفكر؟ مؤسس هذه المدرسة الوجودية واحد اسمه سورين كير كوغورد، اسمه شبهه يعني كده. مات سنة 1855، له كتاب اسمه رهبة واضطراب. لكن أشهر زعماء الوجودية المعاصرين واحد اسمه جان بول سارتر، فيلسوف فرنسي ملحد، ولد سنة 1905 وأظن لسه موجود يعني، يناصر الصهيونية وله عدة كتب وروايات تمثل مذهبه، منها الوجودية مذهب إنساني، الوجود والعدم، الغثيان، الذباب، الباب المغلق. أهم معتقد لهؤلاء أنهم يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات وكل ما جاءت به الأديان، ويعتبرونها عوائق أمام الإنسانية. اتخذوا الإلحاق مبدأ ووصلوا إلى ما يتبع ذلك من نتائج مدمرة. يعاني الوجوديون من إحساس أليم بالضيق والقلق واليأس والشعور بالسقوط والإحباط. ويعتقدون أيضا أن الأديان والنظريات الفلسفية التي سادت خلال القرون الوسطى والحديثة لم تحل مشكلة الإنسان، وبيقولوا احنا بنحاول نعيد البناء الهيكلي بالنسبة للإنسان. الوجودية دي أساس، خليكم وياها دلوقتي اخوانا، من أسس التنمية البشرية. عايزين يبحثوا على الإنسان كقيمة، كوجود إنساني من غير موجه. فبدأ الخوض في الإنسان ودراسة الإنسان وإزاي ينمي الإنسان من خلال وسائل عصرية، فظهرت أنظمة منها البرمجة العصبية اللي بتقوي الإنسان وبتديله طاقات الهائلة المدفونة داخله، اللي ظهرت في مسمى التنمية البشرية اللي احنا أفردنا لها محاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل نتكلم عنها بتفصيلها، وإزاي ده مبنية أصلا من أفكار ومذاهب هدامة وأديان وثنية قديمة. التنمية البشرية ما يظنش واحد إن دي يعني إيه حاجة فيها شيء أو نفع الإنسانية يعني. طيب لما خاضوا في الإنسان عشان يعرفوا طاقاته فأشاعوا له وأباحوا كل وسائل متطلبات هذا الجسد بغض النظر عن الموجه الديني. أدى فكرهم إلى شيوع الفوضى الخلقية والإباحة الجنسية والتحلل والفساد.
يعني تشوفوا مثلا ولد كده شكله غريب وعجيب، طالع في هيئة ستايل. ايه الستايل؟ هو شايف نفسه وانه هيثبت قيمته من خلال ان يعمل دقنه او وشه او راسه بشكل يلفت الانظار، فاثبت وجوده. خد بالك ازاي؟ هو متبني فكر الوجوديه حتى دون ان يشعر. فتلاقي دلوقتي واحد مثلا عامل لك دقن سير هنا وقطع من هنا، ودقن سير هنا وقطع من هنا. او واحد زي الواد اللي كان بيلعب في الكوره عامل قرعه وخطوط في قلب راسه كده ستايل. المهم يثبت شكله ده شكل مميز عن بقيه الاخرين. وعلى فكره وفي دعاه ستايل برضه. اي والله تلاقي عامل دقنه كده بشكل يعني راجل عصري وجودي له، بيثبت ذاته يا اخي. المهم يعمل اي حاجه مخالفه وشاذه، حتى لو علق على قفاه مرايه ممكن. ما انت بتلاقي في الايام دي العجب، او واحد لابس فالينه وحاطط عليها شيطان او جمجمه، ما ده كله جاي من بره. في الغرب مذهب الوجودي اللي بيركز على وجود الانسان وقيمه الانسان عشان يلفت الانتباه ويبقى له وجود ويبقى له كينونه، ولذلك عندهم هوس. هو ما فيش بديل عندهم ان يفهم دين ولا يفهم العله من خلقه او من وجوده. فتلاقي واحد مثلا يقول لك ايه، انا هطلع اعلى جبل في العالم وبعدين كده يبقى اثبت ذاته. واحد هيوصل يعمل حاجه خارقه كده، واحد هياكل كاسات من الزجاج، واحد هيعمل اشياء. يعني فكرنا بخوارق العادات والاحوال الشاذه بتاع الصوفيه، ان واحد يحط مسله او يحط حديده في فمه من صدغه تطلع الناحيه الثانيه عشان يثبت انها كرامات، يعني ان راجل واصل. يعني هو بيحاول ان يفعل ما يشاء حتى في مساله تلبيه الاباحيه الجنسيه التي لا تقبل توجيهها من الخارج. هو يشوف لذته فين يعملها. واللي زي دول بيبقوا شواذ وانطوائيين على انفسهم. ليه؟ لان احيانا يفكر يلاقي الكلام ده يعني مالوش طعم. الوجوديه لها الان مدرستان، واحده مؤمنه والاخرى ملحده. والمقصود بالمؤمنه يعني ان ممكن يكون مسلم لكن متاثر بمثل هذه المذاهب، ودي كتير في شبابنا بيسلك مثل هذه المسالك، وهو تلاقيه من اسره مسلمه، ابوه بيصلي ياخده معاه بيصلي، وتيجي تبص تلاقي الولد حالق مثلا شعره كله قرعه وسايب حته صغيره هنا كده. خد بالك ازاي؟ يعني ما حدش ينكر عليه من هذه الافكار اللي جاءتنا من الصهيونيه والعقائد الغربيه. انتشرت بعد الحرب العالميه الاولى في فرنسا وايطاليا، واتخذت من بشاعه الحروب وخطورتها على الانسان مبررا لانتشارها السريع. الافكار بتاعتهم تنتشر بين المراهقين المراهقات في فرنسا والمانيا والسويد والنمسا وانجلترا وامريكا، حيث ادت الى الفوضى الخلقيه والاباحيه الجنسيه واللامبالاه بالاعراف الاجتماعيه وبالاديان السماويه. صارت الوجوديه كاتجاه الحادي يمسخ الوجود الانساني ويلغي رصيد الانسانيه من الاديان، وصارت قيمها الاخلاقيه الى كثير من البلاد العربيه والاسلاميه ممثله في الاتجاه الالحادي الداعي الى عدم الايمان بعالم الغيب والكفر بالبعث والحساب والجزاء والعقاب. من هنا تقدروا تفسروا الاتجاه اللي حصل في وقت من الاوقات في مصر لما ظهر الشباب اللي من الطبقه الحاكمه، او بيقولوا من اولاد الطبقه الراقيه والجماعه الصفوه، الاولاد اللي ظهروا تحت مسمى عبده الايه؟ الشيطان. اللي علبوا يعملوا افاعيل غريبه جدا، يقول لك احنا بنشعر فيها بملذاتنا وبحياتنا واحنا حرين ونعمل اللي احنا عايزينه واشياء من هذا القبيل. فهمنا يعني ايه مذهب الوجوديه؟ سهل قوي. طيب ننتقل الى مذهب فكري اخر اللي هو مذهب العقلانيه. العقلانية مذهب فكري اعتزالي معاصر يدعو إلى انفراد العقل بالمعرفة. طبعا احنا عارفين المعتزلة واللي عملوه،
وتقديم العقل على النقل والأصول الخمسة إلى غير ذلك. المذهب العقل الحديث وده مذهب غربي بيدعو إلى إعمال العقل دون النظر إلى الأديان أو إلى الفلسفات الدينية أو استبعاد هذه الأفكار اللي جاءت عن طريق الأديان وانفراد العقل بالنظر في كل شيء في المادية والميتافيزيقا. والميتافيزيقا عندهم اللي هو عالم الغيب يعني. بيحاول هذا المذهب إثبات وجود الأفكار في عقل الإنسان قبل أن يستمد من التجربة العملية الحياتية. يعني بقول لك أصلا الإنسان يقدر يحدد قبل ما تقوم التجربة اللي يستفيد منها، في حين أن العقل مش مبني على كده. العقل مبني على دراسة الأسباب ونتائجها، ومن خلال الخبرة في التعامل مع الأسباب بتتشكل الأفكار. ربنا خلق العقل كده، والإنسان العاقل لما بيدرس الحياة صح يعرف أن في احتياج إلى توجيه إلهي من خلقه، زي ما الرسول قال كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن الفطرة قابلة لدين الله عز وجل. إنما المذهب العقلاني ظهر في الماضي عن طريق الجهمية والمعتزلة والأشعرية وفي الفلسفة الحديثة والمعاصرة على أيدي بعض الفلاسفة، أبرزهم واحد اسمه ديكارت، مات سنة 1650، فيلسوف فرنسي اعتمد المنهج العقلي لإثبات الوجود ووجود الله على وجه الأخص. نعم. وعندهم مقدمة عقلية لا تقبل الجدل ولا الشك. العقلية بتقول أنا أفكر إذا أنا موجود، أنا أفكر إذا إيه؟ يعني أنا عندي عقل وأنا بفكر يبقى أنا لي وجود أهو. إخبالك إزاي؟ والله أنت بالله عليكم يعني يقول لك أنا أفكر إذا أنا موجود. إيه اللي أنا أفكر إذا أنا موجود؟ دي قضية خيبانة خالص. ده كلام تافه رفعوه إلى درجة إن بقت فلسفة ومذهب بيدرس في الجامعات. أنا أفكر إذا أنا موجود. طب واللي ما فكرش يبقى مش موجود؟ كلام فاضي وكلام خايب. انا افكر اذا انا موجود، ايه الكلام الخايب ده؟ طول ما انت بتفكر يبقى انت موجود. لا، انت موجود، فكرت او ما فكرتش ربنا خلقك وابتلاك واستأمنك ونزل لك رسالة، وده الواقع بتاعك. هتفكر ما برضو انا افكر اذا انا موجود. ده مذهب عقلاني، دي من أسس التنمية البشرية اللي بتصدر لنا الآن. إنسان يفكر، إنسان يبحث، إنسان يطور، خبالك إزاي؟ لازم يغير، إزاي يتغير؟ والكلام عن التغيير، والكلام تغيير إيه؟ في ثوابت معرفش أغيرها، ولا أقدر أقرب منها، ولا أقدر أفكر فيها. يقول لك ازاي؟ ما فيش حاجه تخرج عن اطار التفكير. طب قول لي كيف استوى العرش؟ التنميه البشريه هنا وقفت. هفكر فيه ازاي؟ في الكيفيات الغيبيه اللي ربنا امرنا ان احنا نؤمن بها ونصدق بوجودها، ولا نبحث عن كيفيتها ولا نفكر فيها. اعمل فيها ايه دي؟ دي ما تنفعش مع التنميه البشريه. لأن أفكار العقلانية والوجودية والطاوية والفلسفات الوثنية اتلمت كلها تحت مسمى التنمية البشرية، وجابوا لنا واحد عايز يلزقها في الدين، يتكلم باسم الإسلام والتنمية البشرية. طبعا انتوا عشان عندكم فكرة عن المعتزلة انا مش هتكلم كتير عن العقلانية، لكن من مبادئ العقلانية عدم الايمان بالمعجزات وخوارق العادات، وان العقائد الدينية ينبغي ان تختبر بمعيار عقلي. عقلانية مذهب فكري فلسفي يزعم ان الاستدلال العقلي هو الطريق الوحيد للوصول الى معرفة طبيعة الكون والوجود.
بدون الاستناد إلى الوحي أو التجربة البشرية. طيب، على هذا المعنى يبقى المذهب العقلاني اللي ما واحد يقول لك أنا تبع المذهب العقلاني الحديث، أفهم من كده أنه لا يحتاج إلى موجه ديني، ولا يؤمن بموجه ديني، ولا يؤمن بخوارق عادات ولا معجزات ولا شيء من هذا القبيل، وده معناه الكفر المحض. فهمت يا أخوانا؟ فلما عشان بس تعرف ان في مذهب حديث يسري الان في البلد الغربيه اسمه المذهب العقلاني، المذهب اللي العقلاني، فما يخلط ما يخلطش بين العقلانيه اللي موجوده كمذهب معاصر وبين العقلانيه اللي كانت عند المعتزله. لا، ده المعتزله كانوا احسن من الناس دي بكتير، لان المعتزله ما بنقدرش نكفرهم. الخليفه المامون ما كانش كافر، والمعتصم ما كانش كافر، واغلب أتباع أهل البدعة من المعتزلة والأشاعرة ما نقدرش كفرهم، لكن عقلانيتهم مش زي العقلانية دي. فلما واحد يقول لك أنا من المدرسة العقلية، غير لما واحد يقول لك أنا تبع المذهب العقلاني. فالمذهب العقلاني مذهب معاصر، لكن المدرسة العقلية يعني أنه تبع الأشعرية أو الماترودية أو المعتزلة أو من أتباع الجهمية. هو طبعا وقع في هذا المذهب كما يدعي بحسن النية. الوضعية، معلش المصطلحات دي لازم نتكلم عنها فتحملونا، يعني زهقتم؟ ها؟ أنا شايف بعض إخواننا كده يعني، لا الكلام ما زهقش أبدا، ده احنا داخلين على الديمقراطية بعد شوية والليبرالية، فاصبروا. الوضعية هي كلها مذاهب فاسدة وملل الكفر واحدة، والمنحى اللي هم عايزين يمشون فيه اتجاهه يهادم كتاب يصادم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الوضعية مذهب فلسفي ملحد تقوم فيه المعرفة على الوقائع التجريبية، ده عكس العقلانية. هم بيقولوا احنا عشان نعرف معرفة يقينية لابد أن تبنى على الظواهر التي تقوم على الوقائع التجريبية اللي هي نتيجة العلم المادي التجريبي. ينطوي المذهب على إنكار وجود معرفة تتجاوز التجربة الحسية، يعني أي حاجة خارج الحس لا يؤمنون بها، لأن المذهب الوضعي بيعتمد على التعامل مع المادة والإحساس بها، فلا أؤمن بوجود الشيء إلا إذا رأيته. أما فيما وراء ذلك فلا مجال للإيمان به. تأسس المذهب الوضعي في فرنسا على يد الفيلسوف كونت، ومعظم من جاء بعده طبق منهجه في العلم والمعرفة. وهذا المؤسس اللي اسمه أوغوست كونت، اللي مات سنة 1857، فيلسوف فرنسي عمل أمينا للسر أو سكرتيرا للفيلسوف الاشتراكي سان سيمون، وده برضو شبهه صاحب مذهب وضعي. عمل محاضرات في الفلسفة الوضعية بسط فيها نظريته في المعرفة والعلوم. قال لابد من قيام دين جديد هو الدين الوضعي، يقوم على أساس عبادة الإنسانية كفكرة تحل محل الأديان السماوية. اللي صاغ هذا المذهب قلنا الفيلسوف الفرنسي كونت، صاغ مبادئ وأفكار هذا المذهب الوضعي ونشره في البلاد الأوروبية، وحاول يتكلم على التقدم الإنساني. كلمة التقدم والتخلف، احنا عايزين نبقى متقدمين. اصل الكلمة دي في الكلام عن التقدم والحديث عن التقدم كان الاستاذ الفيلسوف كونت، ان الانسان لابد ان يكون انسانا متقدما.
فالكلمة تصدرت بسرعة العالم الإسلامي وأصبح ده إنسان متقدم وده إنسان متخلف متأخر رجعي. التقدم اللي اتكلم عنه كنت، فكرة التقدم الإنساني وقانون التقدم الإنساني اللي وضعه كنت بيسميه قانون الحالات الثلاث الذي يتقدم العقل البشري بمقتضاه. تقدم من إيه لإيه؟ ما هو التقدم لازم يكون له بداية وله إيه نهاية. فقال التقدم الحقيقي إن أنت تتقدم من فكرة اللاهوتية. اللاهوتية الاعتقاد بوجود إله للكون، دي فكرة تخلف. تتقدم شوية إلى المرحلة الميتافيزيقية، إن يكون في تأثير للغيبيات عليك، زي التأثير بوجود سحر أو شيطان أو شبه قبيل. تتقدم أكثر عندما تؤمن بفكرة الإنسانية الوضعية، اللي أنت بتتعامل مع شيء قائم وموضوع اللي هو الإنسان. فالتقدمي هو اللي بيتكلم على الإنسان، والرجعي هو اللي بيتكلم عن الله. شفت الفلسفة بتاعته جاية إزاي؟ فأصبح كل من يتكلم عن الإله وعن الأسماء والصفات ويتكلم عن التوحيد ده عندهم رجعي، وكل بيتكلم على الإنسان وما يعود على الإنسان وأهداف الإنسان إزاي يشتغل وإزاي يأكل ويشرب يبقى ده متقدم. وللأسف الفكرة جات لنا وتلقفها الناس ورددنا إحنا كمان. الناس بتتكلم كل على طول متقدم ومتأخر، وعايزين نبقى متقدمين ونبقى في صف الدول المتقدمة والدول المتقدمة والدول المتخلفة ودول العالم الثالث. أحلى المصطلحات دي جايه منين؟ هو صراحه انا مستغرب المصطلحات دي بتيجي منين. اتبي لها افكار ولها فلسفه ولها حكايه. حد بيتكلم عن مذهب وضعي، فالوضعيه عنده الكلام على الانسان والماده بعيد عن الغيبيات. تتكلم عن الغيبيات او تتكلم عن الجن والشياطين والملائكه يبقى انت كده ايه؟ متخلف. يعني تتكلم على الشياطين والسحر يقول لك متخلف. فهم لا يؤمنون اصلا بذلك، مع ان الكلام ده قائم في الغرب. ما زال السحر والامور الشعوذه وكلام من ده والشيطان وعبده الشيطان موجوده في الغرب، لكن هم بيعتبروا دول متخلفين. اللي متخلف قوي قوي هو اللي يتكلم عن الله عز وجل. شفتوا عكسوا الدين بهذا الكلام الباطل؟ لك مرحله وثنيه، مرحله تعدديه. المرحله التوحيديه اللي هي المرحله الاخيره اللي بدات بظهور النصرانيه والاسلام، دي تعتبر عندهم مراحل متخلفه. أما المرحلة الوضعية بدأت بالثورة الفرنسية، وهي المرحلة التي تفسر الظواهر عن طريق الاستقرار، طريق الاستقرار القائم على الملاحظة. دي شغل الأستاذ إيه؟ كونت. جه بعده فرنسيس بيكون. أنا بحاول أختصر بسرعة فمعلش يعني هانتة. فرنسيس بيكون مات سنة 1626، اعتبر نفسه داعية للعلوم الجديدة اللي انفصلت عن الفلسفة وعن الدين. وربما يعد فرنسيس بيكون بادئ الوضعية وواضع الاسم الذي سميت به في القرن التاسع عشر في كتابه المبادئ والأصول. زحف المذهب الوضعي من فرنسا لإنجلترا، وبعد كده انتشر في العالم وصدرت المجلة الوضعية التي أطلق عليها فيما بعد اسم الإنسانية، مجلة الإنسانية. في الحقيقة بتعبر عن المذهب الوضعي المعاصر، فهو مذهب فلسفي إلحادي يركز على المعرفة اليقينية في الظواهر التجريبية. خلي بالكم من المصطلحات دي يا أخوانا. وينكر وجود معرفة مطلقة تتعلق بالغيبية. والمذهب الوضعي مذهب خطير جدا جدا، اللي يبقى تركيزه على الإنسان وتركيزه على القيم المطلقة. خلي بالكم تعبيرات بيقول لك الإنسان عنده قدرات مطلقة. هل الكلام ده صحيح؟
ينفع نقول على الإنسان عنده قدرات مطلقة؟ القدرات المطلقة اللي موجودة جواك، كلمة قدرات مطلقة موجودة جواك، تعرف على طول الإنسان ده مذهب وضعي عقلاني، مذهب من مذاهب الإلحاد، جايب الكلام ده وجاي يقول إن عليه تنمية بشرية أو ما شابه ذلك. ننتقل إلى مذهب من المذاهب، بس هو نيجي شوية معلش، اسمه المذاهب الفرويدية، مذهب تحليلي نفسي يفسر السلوك الإنسان الإنساني تفسيرا جنسيا. برضو الفرويدية مدرسة في التحليل النفسي أسسها اليهودي، واحد يهودي برضو اسمه سيجموند فرويد. فرويد ده بيفسر السلوك الإنساني تفسيرا جنسيا، وبيجعل الجنس هو الدافع وراء كل شيء، والقيم والعقائد بيعتبرها حواجز وعوائق تقف أمام الإشباع الجنسي، مما يورث الإنسان عقدا وأمراضا نفسية. يعني هو بيفسر الأمراض النفسية اللي بتجري البشرية بسبب القيود اللي موجودة على الاتصال الجنسي. طب والحل إيه يا أستاذ فرويد؟ نبعد القيود دي خلاص كل حاجة هتتظبط. هذه ببساطة اللي عايز يقول. فبدأ يألف كتب وأشياء، هو يهودي، ابن يهودي، ابن يهودية، ولد سنة 1856 من والدين يهوديين، استقرت أسرة أبيه في كولونيا بألمانيا زمنا طويلا، وتربى على يد مربية كاثوليكية دميمة عجوز متشددة عملت له عقدة نفسية. ما هو دلوقتي أنا عايز أقول لكم على حاجة، إيه السر في الإباحية المطلقة اللي موجودة في الغرب؟ وقنوات فضائية ملاش أول ولا آخر تبث عبر أقمار العالم كلها فيها إباحية مطلقة، والإنترنت ومواقع الإباحية المطلقة اللي هم أول ما فتح النت هجموا على الأمة الإسلامية بهذه المذاهب الهدامة دي. أولا لأنها يهودية، واليهود يعرفوا أن في ضياع شبابنا، ضياع أمتنا. والحاجة الثانية امتداد لهذا المذهب الجنسي اسمها الفرودية. فكان بيقول أن العلاج في الحالات الأمراض، حالات الأمراض العصبية، بترجع إلى وجود اضطرابات في الحياة الجنسية للمريض. وبدأ الكلام ده ينتشر في ما يسمى التحليل النفسي أو المدرسة السيكولوجية، اللي بتتكلم على قضية علاج الأمراض النفسية عن طريق الجنس. من تلاميذ فرويد واحد اسمه كارل جوستاف، برضه مات سنة 1961 ومذاهبه منتشرة حتى الآن. طيب الأسس التي ترتكز عليها هذه المدرسة التحليلية: الجنس والطفولة والكبت، وهم يركنون إلى إشباع الرغبة الجنسية. طب واحد يقول يا شيخ تبودة أثرها ظهر إزاي؟ تعرفين في الغرب الاتجاه ده سرى وانتشر مع أنه مخالف للنصرانية، مسألة فكرة إن البنت لما توصل ل17 أو 18 سنة، والواد لما يوصل 18 سنة خلاص سيبه، بحيث إن تعاشر صديقها وتعيش معاه بحيث يتمرنوا جنسيا قبل الجواز، فيدعو إلى عدم بقاء البنت على عذريتها قبل الزواج. ده مذهب الفرودية دي. ليه؟ عشان ما يبقاش عندها عقد نفسي. ودي اللي صار في الغرب، الولد يصادق بنتا ويعيش معاه، هو يجربها وهي تجربه، اذا انسجموا مع بعض بعد ما يخلفوا 3-4 عيال ممكن يتجوزوا عادي. وبدا الكلام ده يجي يصدر الينا، والواد يمشي مع البنت صديقته، ما يا اخوانا، ومصطلحات مصدرة من هذا الكلام،
وتحت مسمى الحرية والديمقراطية والأشياء والحرية عقلانية مذاهب كتير ملاش أول ولا آخر. الواد يمشي مع البنت عادي، عايشين يعيشوا مع بعض، ده صديقه، ده هو مش عيب، مش عيب. هم حاملين أفكار هذا الرجل الخبيث اسمه فرويد ونقلينها للعالم الإسلامي. فبدأ يحارب، يقول لك النصرانية لا تسمح إلا بزوجة واحدة، وده يخلي الراجل متعقد. الكلام ده ما ينفعش، لازم من إشباع رغباته الجنسية. ويزعمون أن الامتناع عن الاتصال الجنسي قبل الزواج قد يؤدي إلى تعطيل الغرائز عند الزواج، ودعوا إلى تحريم بقاء المرأة عذراء قبل الزواج، وقالوا ده بيحل مشكلات وأمراض لكل الطرفين. وقالوا ده كان أصلا في الأقوام البدائية كانت تقوم بإسناد أمر فض البقارة لشخص آخر غير الزوج ضمن احتفالات وطقوس رسمية. وبرز عند هؤلاء الفرودية عشق المحارم وزواج المحارم، وده كان منتشر عند اليهود لأنه مجتمع مغلق. ولك ديت لا تعتبرها خطيئة، ولكن اعتبرها فلسفة معاصرة لإذهاب العقد النفسي. والله من عارف، أنا لما رحت كندا وشفت يعني واقع المسلمين اللي عايشين هناك، وده نفس الحال اللي موجود في أمريكا وفي أوروبا وفي أستراليا في الدول الغربية بشكل عام، إن اللي راحوا من مصر أو من الدول الإسلامية هناك أولادهم عاشوا في المجتمع فاتطبعوا بطبيعه، فأصبح البنت أبوها مش عارف يسيطر عليها ولا الابن أبوه عارف يسيطر عليه، فماشي مع بنت مسلمة ماشية مع نصراني، نصرانية ماشية مع مسلم، واحد ماشي مع واحد، واحدة ماشية مع واحد مع واحدة. الكلام ده كله عندهم عادي. ويوم ما تتكلم على إنكار ذلك الشيء يقول لك يا أخي أنت ما أنتش عايش في العصر الحاضر ولا إيه؟ إحنا عايشين هنا بحرية والدولة بتكفل الكلام ده. يعني لو جت تشوف في أمريكا إن بنت بلغت 18 سنة وهي عذراء، أظن الكلام ده نادر جدا لما تلاقي حاجة زي كده. لدرجة إن أب بيحكي لي قصة، راجل كان محترم وكويس ولقيته شغال في مقهى بيقعد فيها العرب والمصريين وكده، فخدوني هناك عشان أقابل الراجل ده، كان حكايته حكاية، واخد أسرته وراح هاجر هناك. فالمهم رب بنته أحسن تربية لغاية ما دخلت الكلية، أعجب بواد الكندي، الواد ده نصراني، فجابته وقالت لأبوها أنا بحب الواد ده عايز أتجوزه. يا بنتي ما ينفعش، أنت مسلمة هو نصراني، فأعرض عليه الإسلام، إن قبل الإسلام إيه خلاص. فعرضوا على الإسلام، قال لا 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 ادوا له القرآن، قال لا أنا أفكر أدخل الإسلام ليه؟ وأنا اللي يلزمني بالكلام ده؟ البنت عايزاني تجيلي، يقنعوا في البنت مفيش فايدة. فراحت عاشت إيه مع الولا كخليلة أو كصديقة زي ما أنتم عارفين، والأب جاله صدمة، والبنت يروح يدور عليها يلاقيها في كباريه مع الولا، شوية سابت الواد ما عجبهاش، بعد ما جربته ما نفعش، فراح تدور على ولد تاني ولد تالت ولد رابع، لغاية ما الأب جاله صدمة اختلف مع مراته، هتسيبهم احرار شويه، لا مراته هي رخرة اخبلك ازاي، جايبه راجل وبيعاشرها على فراش الزوجيه اخبلك ازاي، والراجل دخل ينكر عليها، جابت له الشرطه خدوا حطوا في السجن. والله والراجل اللي بيحكي لي لا حول ولا قوه الا بالله، وانت ايه اللي جبرك تعيش هنا؟ حتى ان بعض الشباب من هؤلاء جه واحنا قاعدين في عزومه بعد الفطار، بيعملوا الشيخ يعني في كل بيت كده عزومه كل يوم، فجاء قال يا شيخ والله ما تلومنا، انت لوم الناس دي، احنا كنا عايشين في بلدنا بنسمع الاذان وقاعدين بنعيش مع المسلمين، ايه اللي يجيبنا عند الناس الكفار دول؟ جايين دلوقتي تلومونا وتربونا صح واحنا عايشين 24 ساعه مع الشواذ؟ لوم الاب ده اللي جابنا هنا. المهم دي حقيقة هذه
المذاهب وهذا المذهب الفرويدي اللي بيدعو إلى الانحلال الأخلاقي. وطبعا ده من أكبر الآثار المدمرة التي دمرت العالم الإسلامي في إشاعة الإباحية والانحلال الأخلاقي. وأصبح دلوقتي لو واحد ماشي مع بنت ما حدش بيقول أنت رايح فين ولا جاي منين، عادي. له كتب كثيرة، نحو 30 كتاب في الدراسات النفسية، من أشهرها الذات والذات السفلى والطواطم والمحرمات وتفسير الأحلام وثلاث مقالات في النظرية الحسية. كل الكلام ده أصبح الآن منتشر في فيينا وسويسرا، الحركة الفرودية دي وعمت أوروبا وصار لها مدارس في أمريكا، وانتشرت هذه النظرية إلى بلاد العالم الإسلامي كله عن طريق الطلاب اللي بيذهبوا هناك ويعيشون هذه الحياة ثم يعودون إلى بلادهم وينقلون هذه الأمراض الخبيثة. طيب ننتقل إلى مذهب آخر بسرعة اسمه البراغماتية الذرائعية، مذهب يجعل المنفعة الواقعية معيارا للحياة والفكر. البراغماتية تعرفين المثل اللي بيقول اللي تغلبه العبد، اللي يجيب لك مصلحة يبقى تحرك كل أفكارك وكل مذاهبك وكل مبادئك على حسب اللي هيجيب لك المصلحة. ده اللي عايش عليه الغرب دلوقتي، مصلحتهم فين؟ ده بيسموها المذهب البراغماتي اللي الذرائعية اللي توصلك للحاجة اللي تستفيد منها. فالنظام السابق مثلا كان بيفيدهم أصبح كارت محروق يبقى ما ينفعش، هات نظام تاني ويبيعوا في لحظة، ما فيش أخلاق ولا مبادئ ولا شيء من هذا القبيل. دي اسمها البراغماتية. أصبحت الذرائعية البراغماتية طابعا مميزا للسياسة الأمريكية وفلسفة الأعمال الأمريكية، تجعل الفائدة العملية معيارا للتقدم بغض النظر عن المحتوى الفكري أو الأخلاقي أو العقائدي. انتشرت هذه البراغماتية كمذهب عملي في الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية القرن العشرين، وقد وجدت في النظام الرأسمالي الحر اللي يقوم على المنافسة الفردية يعني نموا وازدهارا. من أبرز رموزها يعني واحد اسمه تشارلز بيرس، مات سنة 1914، هو اللي ابتكر كلمة البراغماتية في الفلسفة المعاصرة. عمل محاضرا في جامعة هارفارد الأمريكية وكان متأثرا بداروين ووصل إلى مثل آرائه. أبرز الأفكار اللي عايز أقول لكم عليها، يعني أقول لك إيه؟ اجعل تفكيرك كله للي حقق لك المنفعة. إزاي تفكر بكل ما تملك في إنك تستفيد منه أو يجيب لك مصلحة؟ ما جاب لكش مصلحة يبقى ارميه ورا ظهرك ودور على غيره. معايا يا إخوانا؟ ده اسمه المذهب إيه؟ البراغمات. وعلى فكرة الخصلة ديت ممكن تكون موجودة في البعض، يعني ممكن تلاقي واحد نفسه هو بيدور على مصلحته، واحد بيدور على حب الظهور، واحد بيدور على المال، واحد بيدور على المصلحة، إنما أخلاق ومبادئ يراعي فيها أنه سيسأل بين يدي الله والصدق والأشياء ديت، الكلام ده مش عنده. ولك أنا أبقى صادق معاك لغاية المصلحة، ما فيش مصلحة ليا أبقى غور في دهي، أبقى كذاب معاك. وطبعا البراغماتية دي بيعيش عليها كثير من حكام الدول العربية، يقول لك احنا خلي علاقتنا كلها على حسب المصلحة اللي تجيلنا، مش على حسب مبادئ او يعني غايات او على الغاية العظمى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها وما خلقت الجن والانس الا ايه ليعبدون. كفاية كده على البراغماتية، ارجعوا لها انتوا باب التفصيل في الكتاب. العولمة، وما ادراك ما العولمة؟ في الحقيقة مصطلح العولمة ده غامض، بس أنا هقول لكم إيه حكاية العولمة دي. كثير من جمهور الكتاب بيشيروا إلى مصطلح العولمة قرين من مصطلح الأمريكا، على إن إيه سيادة أمريكا على العالم،
لا هي الحقيقة مش كده. الحقيقة هم عايزين يقولوا العولمة اللي هي إيه؟ إن اعتبار الدول كلها أو العالم كله قرية واحدة، بحيث لو واحد أمريكي عايز يعمل مشروع في بلده، عايز يعمل مشروع فين؟ في بلده، فالبلد هناك هيكلف المشروع مبالغ ضخمة جدا جدا. لك طب أنا لو عملت نفس المشروع في مصر ولا في الصين، الإمكانيات هناك متاحة من اليد العاملة، الخامات موجودة، هيبقى بتاع أقدر أخده زي ما أخدته من أمريكا. صحيح أنا شغلت ناس هناك، بس استغل الناس دي في إن المنتج ده هيبيعه في أمريكا بنفس السعر لو أنشأه فين؟ في أمريكا. خبالك إزاي؟ فهنا طبعا حيسود في هذا المصنع اللي أنشئ في مصر نفس الفكر ونفس المنهج بتاع المصنع اللي موجود فين؟ في أمريكا. فتنتقل الأفكار والمبادئ ويستغلوا الناس تحت مسمى نظام العولمة أو منظمة التجارة العالمية. هو بيقول لك لو أنت تقدر تعمل الكلام ده في أمريكا تعال اعمله، لو تقدر تعمله في فرنسا اعمله، لو واحد فرنساوي يعرف يعملها في أي دولة يعمله. أنت خبالك إزاي؟ فهنا في الغالب ما فيش حد من الدول المتخلفة أو الدول المتأخرة أو دول المسلمين هيروح يعمل مشاريع دي فين؟ في أمريكا. هو بيقول لك اعمل والقانون اللي هتوقع عليه يبقى في العالم كله واحد، بس خلي بالكم الفكرة. فهنا الأمريكي هيعمل في مصر والصين وفي كوريا وفي الهند وفي كل مكان، لكن الهندي ما عرفش يعمل فين؟ في أمريكا. إذن هم استغلونا بنظام تحت مسمى العالم قرية واحدة ومسمى مصطلح العولمة. فيقول لك إحنا الآن في عصر العولمة، فواحد يقول لك عولمة هو مش عارف يتكلم عن إيه، أخي بالك إزاي؟ لكن العولمة في الحقيقة استغلال للمسلمين في طاقاتهم وقدراتهم، واستغلال للعالم في طاقاته وقدراته لصالح هذه الدول اللي بيقولوا عليها دول متقدمة. استغلال بمعنى الكلمة يعني. ومش مهم بقى الناس تموت ولا تعيش، أهم حاجة إن المنتج بتاعه يجي ويروح بحرية. فالمسألة يقول لك تعال عندي واعمل كده، يروحوا يعني مرة الإمارات حاولت تجرب الكلام ده وتاخد الميناء اللي موجود في نيويورك وتستغله لصالحها، ما وافقوش. تيجي تعمل يحط لك عرقية. ليه؟ لأنه عايز يستغلك، إنما أنت تيجي تستغل عنده حاجة يقول لك لا. ودي طبعا كثير من الناس وقعوا على هذه الايه المبادئ في السوق والتبادل التجاري والاعلامي والتكنولوجي والثقافي والغرب. دي مفهوم العولمه البسيط، كثير من اخواننا كتبوا فيها، لكن في الحقيقه هي مبنيه على اللي انا قلته ده باختصار شديد جدا. وطبعا هو بيفرض ثقافته وفكره ومنهجه وحياته، لان لما يجيب لك مثلا مجموعه من العمال يشرفوا على المصانع هيعيشوا بنفس الافكار الانحلاليه اللي موجوده. يعني اللي عايشين في قطر واللي عايشين في الامارات وفي السعوديه وفي المناطق اللي في دول الخليج وفي مصر عايشين بثقافتهم. واحد ماشي مع خليله او صاحبته شبه عريانه، حد هيقول له البس حجاب؟ اتحرك زي ما عايز. في الدول دي لا مراعاه لمشاعر المسلمين ولا مراعاه لقوانينهم ولا دينهم ولا شيء من هذا القبيل. ارجعوا بقى للي كتب في العولمة، تستطيعوا إن شاء الله عز وجل إن كنتم يعني تتوسعوا في معرفتها. نيجي بقى للديمقراطية وخلاصها. الديمقراطية والحياة الديمقراطية وهنيئا لمن أراد الديمقراطية، هنيئا له. مبسوطين ولا إيه؟ أبدا والله لا هنيئا لمن أراد الديمقراطية دي أبدا. والكلام على الديمقراطية اللي كتبته دي زي ما بفكركم مش دلوقتي، قبل ما تحصل الأحداث اللي حصلت في مصر. الديمقراطية المعاصرة حكم الشعب لنفسه بواسطة الانتخاب العام.
ديمقراطية كلمة تعني سلطة الشعب، ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب أو الأغلبية. تطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين. ده تعريف الديمقراطية من الموسوعات الغربية. معلش لو تتذكروا الكلام اللي ذكرناه في مسألة الكنيسة وأوروبا والأشياء ديت، يعني عايش معانا هذه الفكرة على أساس إن هي دي السبب، إن أوروبا لما أرادت نظاما بديلا عن النظام الفاسد اللي كان في الكنيسة وكان موجود في النظام الإقطاعي اللي ماسك أوروبا، المسيحية ما كانتش بديل نافع، فأرادوا أن يرجعوا إلى نظام يحكمهم، فعادوا إلى النظام اللي كان بيحكم الإمبراطورية الرومية أو الرومانية دون تعديل يذكر. زمان أنشأوا النظام الديمقراطي ده إن كل مجموعة ينيبوا عن نفسهم مرشح، ومن مجموعة المرشحين يكونوا مجلس، والمجلس يختار رئيس. ده النظام اللي كان موجود في اليونان قديما قبل سيطرة الكنيسة والأباطرة والقياصرة على أوروبا. فعادوا إلى هذا النظام، إلى التراث الإغريقي الروماني، واختاروا النظام المسمى بالنظام الديمقراطي. يعني النظام الديمقراطي في أصله نظام وثني يوناني وصل من حيث النشأ. قالوا دي اللي هتوفق بين رغبة الطبقتين الساعيتين إلى السلطة، طبقة الرأسمالية اللي بتستولي على السلطان الحقيقي، وطبقة الشعب هتشارك هذه الطبقة الرأسمالية. احنا بنقول النظام الإسلامي هو البديل، وهو اللي بيحل كل المشاكل، وعدم اقتناع الناس بذلك بسبب جهلهم، والدعوة إذا وصلت إليهم وفهموه مش ممكن هيلجأوا إلى هذا النظام المسمى نظام الديمقراطي. قالوا إن الديمقراطية هي أرقى ما وصل إليه العقل البشري في الحرية والمساواة، فكل من وقع عليه الظلم يستطيع أن يدفعه عنه بواسطة نائبه، وكذلك من تعثر عليه الوصول إلى حق يستعين بنائبه على الوصول إليه، وحرية الاعتقاد والانتقاد في ضمن القانون، وإبداء الرأي وسائر الحريات مكفولة، فلا يعاقب أحد بحبس أو غرامة إلا إذا خالف القانون المتفق عليه، وتوزع الحقوق والواجبات بالتساوي. دي شعارات الديمقراطية. بس بالله عليك، هل الديمقراطية اللي قعدت تحكمنا 30 سنة كانوا بيلتزموا فيها بما يقولون؟ رد يا اخوانا، ابدا، بل كانت وبال على البلاد والعباد، وطلع النظام الديمقراطي نظام حرام، واللي كانوا ماسكين النظام الديمقراطي دلوقتي موجودين في السجن. واحد يقول لك خلاص احنا بقى هيبقى في ديمقراطيه حقيقيه وهنطبق النظام الديمقراطي بحذافيره. طيب هنطبق بحذافيره؟ طب الديمقراطية حكم الشعب للشعب، والشعب هو اللي بيحكم نفسه بنظام الأغلبية الاقتراع. مش ممكن ان الشعب كله يتفق على رأي واحد، مش كده؟ فلازم في الديمقراطية ان ياخد برأي الايه؟ الأغلبية. فحكم الأغلبية هو اللي هيسوق. طب افرض حكم الأغلبية جاء بالإسلام زي ما حصل في الجزائر، هل قبلوه؟ ما قبلوش. هيقبلوه في مصر؟ هنشوف. طيب افرض بقى حكم الأغلبية جاء بالإلحاد والمذاهب الوثنية، نعمل ايه؟ افرض ترشح رئيس نصراني ومسكنا، حرمة منحلة ترشحت ومسكتني،
إخواننا المشايخ هيعملوا إيه؟ لازم ترضى بقواعد الديمقراطية، صح ولا لا يا إخواننا؟ شو هو ده النظام الديمقراطي اللي بيكلموا عنه؟ طيب افرض إن النظام الديمقراطي أقر الخمر والربا والأغلبية وافقوا على شرب المخدرات، يعني قالوا والله زي بعض الدول قالوا موضوع البانجو انتم مكبروني ليه؟ ده سجارة بتكيف المزاج. فبعض الولايات في أمريكا اختاروا ان البانجو مش حرام ولا ممنوع ولا القانون يصدره، وبعض الولايات صدروه، فأصبح الشباب اللي عايز يشرب بانجو يروح يقعد فين؟ في الولايات دي. الشذوذ الجنسي والقمار والزنا اختاروا الناس، خلاص انت واجب عليك تحترمهم، فاللي هيدخل في النظام ده لازم يحترم الاخرين. انت اللي رضيت بكده، ما انا بشبه زي ما قلت لاخواننا او ذكرت لكم المساله دي المره اللي فاتت، النظام الديمقراطي اللي جاي ده من بره عامل زي ذبيحه طعمها عافيه، وربنا نزلنا طعام طعمه جميل ولذيذ وطعام حلال وذبح على شريعة الإسلام، وربنا قال فكلوا مما ذكر إيه؟ اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فربنا وضع نظام كامل متكامل، شريعة كاملة، طعام حلال بتاكل فيه وهتستفيد ومش هيصيبك أذى، وربنا مش هيطالبك بالمقابل كمان، بل لو أكلت من هذه الذبيحة الحلال هتنال السعادة في الدنيا والآخرة. فجم الناس سابوا الذبيحة دي وقالوا لا، احنا عايزين الذبيحة المعفنة دي، هي دي اللي هتنفعنا. فالنظام بتاع الذبيحة المعفنة دي جه بعض اخواننا وقالوا ايه؟ عايزين نشارك في الذبيحة دي، هنتحمل ريحتها وهناكل معاهم فيها، ونحاول نقول لهم لا يعني خلي بالكم انتوا بتاكلوا، خدوا مضادات حيوية كده، خدوا بتاع، هنشارك بحيث نصلح الذبيحة دي عشان الناس تاكل وتسمن، وبعد ما تسمن تبقى تبص للذبيحة الحلال. فهمتوا يا اخوانا المثل؟ ينفع حد يسيب الذبيحة الحلال وروح يشارك في الذبيحة العافنة دي؟ يقول لك لا انا بحاول اشارك وابقى ايجابي من السلبي. طيب الايجابية كلها انك تاكل من الحلال، ما تاكلش من الذبيحة الحرام التي لم يذكر اسم الله عليها اللي ريحتها جيفة. أنا بشوف إزاي واحد يكون داعي ونازل ياكل في الذبيحة دي وقاعد بيقلب معاهم فيها وياخد نفس الأحكام ونفس المقاييس. واضح المثل؟ اقرأوا الآيات اللي في سورة الأنعام. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ هتشوفوا الذبيحة دي والذبيحة دي. أما ترجعوا البيت افتحوا الآيات وبصوا فيها. فالديمقراطية اللي بيتكلموا عنها أركانها ونظامها ومقاييسها تنفع في الغرب، إنما في بلاد المسلمين ما تنفعش. فإن فرضوها علينا نقول لهم والله مش هناكل إلا من الحلال، فإن توافق أمركم مع هذه الذبيحة الحلال اللي عندنا فمرحبا، لكن تأكلون من الذبيحة العافنة ونعصي الله عز وجل فيها؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. حطوا المثل ده في دماغكم حلقة كده في أذانكم، وقيسوا الوضع وانتوا هتميزوا ايه الصح وايه الغلط لما حد يسألكم في المشاركات وحد يسألكم في الأشياء اللي زي كده. نيجي للقومية العربية، دي آخر حاجة، حركة سياسية فكرية متعصبة تحولت إلى وطنية قطرية. قومية حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو إلى تمجيد العرب والوحدة العربية، وسمعت الوحدة العربية والدول العربية الايه؟ المتوحدة أو الوحدة العربية، إقامة دولة موحدة على أساس من رابط الدم واللغة والتاريخ وإحلالها محل رابطة الدين، صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا. ظهرت بداية الفكر القومي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين متمثلة في حركة سرية تألفت من أجلها الجمعيات والخلايا في عاصمة الخلافة العثمانية. بعد كده انتقلت إلينا عن طريق بعض النصارى، بطرس البستاني وناصيف اليازي اليازجي والجمعية السورية ببيروت
أسسها واحد نصراني برضو سليم البستاني، والجمعية العربية السورية اللي ظهرت سنة 1875 لها فروع في دمشق وطرابلس وصيدا، وجمعية حقوق الملكية العربية، الملة العربية، صح كده مظبوط، كانت تهدف إلى وحدة المسلمين والنصارى تحت مسمى الوطنية والقومية. ظلت الدعوة إلى القومية، معلش أنا بختار مقتطفات، القومية العربية محصورة في نطاق الأقليات الدينية غير المسلمة إلى أن زالت الخلافة العثمانية، ولم تصبح طيارا شعبيا يسود البلاد العربية إلا لما تبناها الرئيس الراحل اللي هو جمال عبد الناصر. سخر أجهزة إعلامية وإمكانيات الدولة علشان القومية العربية، ويعد ساطع الحصري 1968 داعية القومية العربية ومن أهم مفكريها وأشهر دعاتها. لكن واحد يقول لك إيه العيب في القومية العربية؟ القومية العربية الفكر القومي بيعلي من شأن رابطة القربة والدم على حساب رابطة الدين. بل بعضهم يصر على إبعاده إبعادا تاما عن الروابط التي تقوم عليها الأمة بحجة أن ذلك سوف يمزق الأمة بسبب وجود غير المسلمين اللي هي الفزاعة اللي بيكلموها حتى الآن وينشرونها في وسائل الإعلام أن إحنا لو طبقنا الإسلام هيعمل فتنة طائفية. لكن للأسف أن الفكر أو فكر الوطنية أو القومية اللي بيكلموا عنه أو فكرة المواطنة اللي بيكلموا عنها هذه، لا شك أن أي واحد بيحب بلده بيحب وطنه بحكم الفطرة، لكن أن أكون هو ده الشعار اللي برفعه من أجله أبرر أفكار هدامة أو الشرك بالله أو الأديان الباطلة، إن أنا أقبل بها وأتعامل مع أصحابي على إن هم زي الموحدين، لا، ده معناه صدام مباشر مع دين الله عز وجل، ودين الله مقدم على كل فكرة من شأنها أن تطعن في ثوابتنا. يقول أبو الحسن الندوي: إنه من المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم العربي رجال يدعون إلى القومية العربية المجردة من العقيدة والرسالة وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان وعن أقوى شخصية زارت في العالم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. بس الدعوة إلى القومية العربية اللي كان بيتكلم عنها عبد الناصر انكمشت إلى إطار الوطنية بمفهومها الغرب الحديث، الولاء للوطن مقدم على الولاء لأي شيء آخر حتى لو كان دين الله عز وجل، ونحن نقول هذا باطل، بل الولاء لدين الله عز وجل مقدم على الولاء للإيه؟ للوطن، لأن الأرض لله يورثها إيه؟ من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بقي شيء واحد وهو الحديث عن الليبرالية، معلش أنا هقول لكم عليها كلمتين فاستحملوني لأنها مهمة جدا. إيه هي الليبرالية؟ مذهب معاصر، صلوا على رسول الله، مش موجودة، مش لازم أنا هقولها من عندي يعني ما جراش حاجة. الليبرالية من أخطر الملل والنحل والأفكار التي انتشرت في هذا العصر، والخطر فيها أن بعض معتنقيها يظن أن ممكن يبقى مسلم كامل الإسلام والإيمان وليبرالي، يقول لك أنا مسلم ليبرالي زي ما تشوف دلوقتي، ويغرر بصغار السن اللي ما عرفوش حاجة عن دينهم ولا قرأوا شيئا عن عقيدة الإسلام ويقول لهم يعني إيه كونوا ليبراليين مسلمين ولا تكونوا متشددين متنطعين. وبعض المساكين من شبابنا يصدقون أئمة الليبرالية وما علموا أن الليبرالية والإسلام يتصادمان ولا يتفقان. ليه؟ لأن الليبرالية بتقوم على إيه؟ الحرية المطلقة، حرية في الاعتقاد، حرية في العبادات، حرية في التصرفات، حرية في العلاقات الاجتماعية، في أنواع السلوك، وتدعو المشرعين ممن يسن القوانين في البلاد إن ما يعملوش تقييد على الحريات أبدا. فتقول لي إن الإسلام شريعة أو الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع،
اللي هو المفترض ان يكون يعني ما يقبلوش. هي المصدر الرئيسي للتشريع زي ما هو موجود في المادة الثانية من الدستور دلوقتي برضو ما يقبلوش، عشان كده كانوا بيصوتوا بلا. احنا كنا بنقول لا على اساس مخالفة شرع ربنا سبحانه وتعالى في الجملة وفي المبدأ، لكن هم يقولوا لا عشان غرض تاني، عشان يزيلوا الاسلام اصلا ويخلوا الحكاية مشاع. فيقول لك دي ما لا تتقيد لا بعرف ولا تتقيد بدين، يخلوا الناس في منتهى الحرية، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. فلا مانع عند الليبرالي أن يتزوج الرجل أخته أو أن ينكح أمه طالما هم راضين، أو ينكح ابنته طالما يحصل أمر بالتراضي، ويجب على القانون أن يسمح بذلك لمن يريد عشان تبقى ليبرالي. لكن الناس أحرار في علاقتهم الجنسية، وده مذهب مين؟ فروضية. نعم. وإن كان بعض الكتاب يقول لك إيه، أنا مرضاش بالكلام ده لأولادي، بس بدعو إليه لأني حقوقي، بدور على حقوق الإنسان. شوف إزاي. فمفهوم الليبرالية لا يتعارض مع هذه الفواحش ومع هذه الجرائم. ولا مانع عند الليبراليين إن الرجل يتجوز رجل تاني والمرأة امرأة، والناس أحرار في اختيار شركائهم. ولذلك كثير منهم يدعو إلى الحرية في كل شيء خصوصا الحرية الجنسية. وبعض يقول لك أنا يعني أخاف من ردة فعل زوجي أو أقربائي إنني لو صرحت بمثل هذا الكلام، لكن أنا أتمنى في وسائل الإعلام قالوا الكلام ده. حرية مطلقة، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. تخيل لما يكون واحدة جايبينها ومستضيفينها يقول لك إيه والله إيه المشكلة، يعني لما واحدة تتجوز واحد واحدة يعني مسلمة تتجوز واحد نصراني، أو واحدة تشوف إنها تعاشر واحدة، أو واحد يتجوز واحد والشذوذ والمثلية، ده عادي، دي حرية شخصية ما فيش إشكال ولا حاجة يعني. خد بالك إزاي؟ اللي يبقى كده يبقى إيه؟ ها؟ ليبرالي. ليبرالي وخلاص. الليبرالي ليس عندهم أي مشكلة أن يكون النهاردة مسلم وبكرة كافر، وبعده هندوسي يعبد البقر، وبعده يرجع ويصلي مع المسلمين، عادي مفيش حاجة. ما فيش عندهم أي فرق بين من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبين من يعبد بوزة ويسجد لصنم وينفي وجود الرب عز وجل. يقول لك الناس أحرار يلبس اللي هم عايزين، يشربوا زي ما هم عايزين، يشربوا خمرة ماشي، يشربوا مش عارف إيه ماشي، يعمل اللي هم عايزينه ماشي. ليبرالية يرون أسوأ قاعدة إسلامية شرعية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو إن الليبراليين وصلوا إلى الحكم يبقى تأكد بعد ذلك إن أنت ما هتقولش ده صح ولا ده غلط. وأساس الدعاء كلهم مبني دعوتهم، أساس الدعاء في دعوتهم مبنية على إن يقولوا الناس الصح كذا والغلط إيه كذا. يعني لو إن هم وصلوا الحكم يبقى المذهب الليبرالي معناه القضاء على الدعاة الذين يدعون إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. للأسف إن ما يكون مفهوم الليبرالية يتكلم بهذا الاسم وبهذا المعنى أناس مرشحون للرئاسة يقول لك ده راجل ليبرالي، يقول لك لا مذهب رأسمالي ونادي بالحرية المطلقة في الميادين الاقتصادي والسياسي وكل حاجة في الحياة. الحرية المطلقة أو الحرية الخلقية، جان جاك روسو من مؤسسي المذهب الليبرالي بيقول لك الليبرالية بتساوي الاستقلالية في كل شيء، كل واحد حر يعمل اللي عايزه. طبعا هذا يصادم الفطرة صداما تاما، لأن الله عز وجل فطرنا على فطرة التوحيد التي يوحد الشخص فيها ربه فيما خوله واسترعاه، أنه عبد لله أمين في ملكه مستخلف في أرضه على سبيل الأمانة وعلى سبيل الابتلاء.
فهو في دار استخلاف ودار ابتلاء تعقبها دار للجزاء. هذه الدار يحاسب فيها الإنسان على طاعته لربه. هذه عقيدتنا وهذا هو ديننا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يكون آخر قولنا لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب الأمة بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب الأمة بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله